مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأولى. والضيف ديالنا اليوم هو السيد ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. سي معصيد مرحبا بكم. مرحبا وتحية لهذه الدعوة الكريمة، فخور بتواجدي في هذا البرنامج المتميز. تحية خاصة للأخ الأمين العام المتواجد معنا الذي أبى أن يحضر رغم انشغالاته المتعددة. تحية للإخوان في الأمانة وتحية لجميع الزملاء القياديين الجهويين والإقليميين اللي أبوا باش يحضروا لهذه المحطة، وتحية للسادة رؤساء التعاضدية، تحية عبر التلفاز إلى النساء ورجال التعليم، وأحييهم بحرارة على مجهوداتهم القيمة من أجل تبليغ الرسالة التربوية. غادي نتكلموا على رجال التعليم ونساء التعليم أيضا. إلا سمحت لي يمكن غير بعجالة نذكر بواحد ملخص ديال السيرة الذاتية ديالكم الناس اللي مازال ما كيعرفوكمش، هذه مناسبة يتعرفوا عليكم. سي ميلود معصيد من مواليد 1961 مزداد بالدار البيضاء. نعم. متزوج أب لطفلين. نعم. المهنة ديالك الأساسية تم أستاذ ديال اللغة العربية. نعم. إذن تم يعني ابن المهنة. ابن المهنة. مسؤوليات ديالك خاصة عندك مسؤوليات نقابية أو اللي تتعلق علاقة بالنقابة مباشرة، ثم الآن كما قلت الكاتب العام الوطني ديال الجامعة الوطنية للتعليم، أيضا عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية معروفة بالام جي ان، كتقدم خدمات اجتماعية للشغيلة ديال التربية الوطنية، ورئيس صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروفة اختصارا بلاكنوبس، وايضا رئيس تنسيقية تعاضديات القطاع العام والخاص. جوج ديال الملاحظات، اولا انتما قبل يعني اولا غادي حيت المسؤوليات ديالكم على راس التعاضديه ولا كنوبس، يمكن هذه مناسبه من بعد ما نتكلموا شويه على الاشكاليات اللي كيعرفها تعرف المدرسه العموميه والمنظومه التعليميه، نتكلموا ايضا على هذا الشيء ديال التعاضديات الى اخره، لان كتقدموا على خدمات مهمه وتهي فيها اشكاليات. ولكن لاحظت بانه انتم يعني ابن النقابه، كيفاش كان الحضور ديالكم او التواجد ديالكم في الاتحاد المغربي للشغل؟ علاش اختيار الاتحاد المغربي للشغل باش نبداو هذا الحوار؟ شكرا. انا ابن مناضل، ابن مناضل في قطاع الحديد، وتربيت بين احضان الاتحاد المغربي للشغل، وفخور بانتمائي لهذه المدرسه التي نهلت منها المبادئ ديال الوطنيه والكفاح والنضال وخدمه الجماهير. وتربيت كذلك في مشتل اللي كيخرج الطاقات والاطر ديال الدوله، هو الجامعه، هو لاجوم يعني الشبيبه العامله التي نهلت منها المبادئ الأساسية ديال العمل الكفاحي والنضالي والاجتماعي. ومن ثم كان لي انخراط في التعاضدية في إطار انتخابات أجريت في 2009، وكان هكاك المسار ديالي إلى أن انتخبت رئيسا للتعاضدية في 2013، ومن ثم انتخبت رئيسا للكنوبس بعد إجماع ديال السادة الرؤساء اللي شافوا فيه واحد الطاقة. على هذا الشيء كاملين، يمكن احنا علاش استدعيناكم بس يعني بالساده المشاهدين يمكن غيتفهمونا، يعني هو الاشكاليه ديال التعليم يعني خصها حلقات ويعني ومناظرات ويعني وبرامج ويعني ونقاشات، ولكن بحكم يعني الواقع اللي كتعرفوا، ولكن الاحداث الاخيره هما اصبحوا يصرحوا عليه حتى يعني في ميدان التعليم بالتشرميل داخل المدرسه، وباحداث يعني مؤسفه وقعت للرجال ونساء التعليم خلاتنا اننا نستضيف مره اخرى احد الفاعلين في هذا القطاع باش نتكلموا معكم في هذا الشيء. ولكن قبل ذلك الا سمحتوا سي معصيد، غادي نطلب منكم تعلقوا باختصار على بعض الاحداث الانيه، مثلا في النقطه الاولى الزياره الرسميه اللي كيقوم بها جلاله الملك لدوله ساحل العاج، وكما تم الإعلان هذه تكون مناسبة باش يشارك جلالة ديالو في الأشغال ديال القمة الخامسة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي اللي غيتنعقد بساحل العاج يعني غدا يوم 29 و30 نوفمبر. إذا كقيادة ديال الاتحاد المغربي للشغل ما يمكن إلا نسجلوا بفخر واعتزاز الرجوع ديال المغرب لحظيرة الاتحاد الإفريقي، رجوع من الأبواب الواسعة بفضل المجهودات الجبارة التي قام بها صاحب الجلالة نصره الله. هذا فخر للمغاربه باش نرجعوا للحضن ديال الاتحاد الافريقي، لانه احنا منصوب ديالو، وكنعتبروا انه التواجد ديال صاحب الجلاله اليوم
في لا كوت ديفوار والمشاركه الفعاله في المؤتمر ديال الاتحاد الافريقي الاوروبي غيعطينا فاس جديد في التنميه الافريقيه، وغادي يجيب اكيد شراكات لافريقيا من اجل النهضه التنمويه اللي غادي تخلي انه تقل الهجره من افريقيا الى اوروبا، ويكون تعاون بين الشمال والجنوب. هذه يمكن انتم كنقابه، يعني هذه الدبلوماسيه الرسميه كيقودها جلاله الملك، انتم كنقابه انتم كتقوموا بما يسمى بالدبلوماسيه الموازيه ولا الدبلوماسيه النقابيه، كاين علاقات عندكم مع نقابات افريقيه؟ كاين شي اطار اللي كتستغلوا في الحضن ديالو؟ وسؤال اخر عنده ارتباط بهذه، واش من رجعنا للاتحاد الافريقي واش هذا الشيء يعني يعتبر يعني قيمه مضافه انكم غادي توسعوا او لا عادي طبيعة العلاقات؟ الاتحاد المغربي للشغل له علاقات متميزة وتاريخية، علاقات دولية على المستوى الدولي والعربي والإفريقي، علاقات اللي هي متجذرة وتاريخية وفيها احترام كبير للاتحاد المغربي للشغل والقيادة ديالو على رأسها الأخ الأمين العام. فعلا لنا ما كيدوش شي أسبوع بعدا باش ما يكونوش الوفود ديال الاتحاد المغربي للشغل متواجدين في مؤتمرات عبر ربوع الوطن من اجل الشراكات ومن اجل يعني خارج الوطن، خارج الوطن بطبيعه الحال، لا في اوروبا ولا في افريقيا، حتى في العمق الافريقي لان تواجد متميز مع نقابات شقيقه وكنشتغلوا عليه كقياده في هذا النفس الجديد اللي كيراه صاحب الجلاله. طيب نقطة ثانية، عرفت الدار البيضاء مؤخرا بعض الاحداث اللي كانوا طرف فيها المهاجرين الافارقة اللي في واحد الوضعية غير قانونية الا يمكن سمعتوا عليها، والدولة تابعت الصحافة، ويعني وكانت احداث بين الساكنة يعني المحلية وساكنة بعض الاحياء اللي قريبة للمنطقة ديال ولاد المحطة ديال ولاد زيان، وبعض يعني التواجد هاد كيفاش كتشوفوا بحكم انهم انتم نقابة وهذوك يعني تا هما مهاجرين كيبحثوا على العيش الكريم وكيبحثوا تا هما كيقلبوا على الشغل الى اخره، ولكن في نفس الوقت المغرب يعني رغم انه رغم الحسن النيه ديالو، ولكن هذه الظاهره ديال الاستيواء استيعاب والتواجد الهجره بالداخل مازال كتطرح بعض الاشكاليات وكتوصل بعض الاحيان الى بعض الاحداث العنيفه اللي كنتاسفوا لها. انتم كنقابه وشنو يمكن الرساله اللي تقدروا توجهوها للمسؤولين في هذا الاطار؟ اولا احنا في الاتحاد المغربي للشغل يمكن اننا نحتضنوا هاد المهاجرين ونواكبوهم على اعتبار انهم جزء من المنظومه وفي اطار العلاقات الثنائيه بين الدول الافريقيه وفي التوجه ديال بلادنا، يمكن اننا نحتضنهم. هذه الاحتكاكات هي عاديه، ما يمكنش الانسانيه هذا، ولكن اكيد انه خص الدوله تحتضن وتوجد فرص الشغل وتقاد لهم الامور ديالهم باش يعيشوا. كنشوفوا بعض المرات الافارقه هكا مثلا وغيرهم، يعني وحنا يعني محترمنا الكامل زعما لجميع المواطنين يعني كيعيشوا حتى هما ظروف صعبه، واش الدوله خصها توفر لهم اماكن الايواء؟ يقول لك ما عندناش فين نعسوا، ما عندناش فين نقضوا الحاجيات ديالنا اليوميه، حنا مرميين في الشارع، يعني من الضروري اننا هما كيستعرفوا انهم كيخلقوا مشاكل. الدوله يعني واش الامكانيات عندها ضعيفه ما تقدرش تحتضنهم، او لا ما يعني ما كاينش استيعاب للمشكل كما يجب؟ لا، الدوله المغربيه اظن انها عندها هذه المقاربه ديال الاستيعاب، ولكن خص يكون واحد المقاربه تشاركيه من اجل استيعاب هذه الوفود هذه وتكون انتغراسيون داخل 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 مجتمعنا ومواكبتهم، لانهم جزء من 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 من, من المنظور الافريقي والعمق الافريقي اللي كنشتغلوا عليه. حادث اخر مؤسف وقع مؤخرا وما اصبح يعرف بفاجعه الصويره. نعم. او ما شهدته الجماعه القرويه باقليم الصويره من حادث تدافع يوم الاحد الماضي 19 نوفمبر خلال عمليه توزيع بعض المساعدات الغذائيه والتي نظمتها احدى الجماعات الخيريه المحلية بالسوق الأسبوعية، أدى إلى مصرع 15 امرأة وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. شنو التعليق ديالكم؟ احنا في الاتحاد المغربي للشغل ما يمكن أن نقدموا التعازي الحارة في هذه الفاجعة والأسر المكلومة، تعازي لجميع الأسر، وكنعتبروا هذا التدافع وهذا الفاجعة المؤلمة أنها جات في يعني نتيجة السياسات اللا شعبيه ديال الحكومات المتعاقبه اللي كان النتاج ديالها هو الفقر والتهميش والتفرقه المجاليه. كناكدوا في القياده ديال الاتحاد المغربي للشغل انه احنا ما كنزيدوش في هذا الشيء، وما يمكنش ندخلوا في مزايدات سياسويه في المعاناه ديال العباد. هذه الموت وهذه ارواح ديال الناس. كيظهر لي ان البلاغ ديال صاحب ديال الديوان الملكي كان واضح وثار جوج نقاط اساسيين ومهمين. النقطه الاولى هي المتعلقه بالتضامن كقيمة مجتمعية كفعل إنساني نبيل خصنا نحافظوا عليه،
ما فيش خلفية، ولكن لابد في الطرح الثاني اللي كيجي في البلاغ هو ضرورة تقنين الجانب القانوني ديال هذا العمل الإحساني. كانت فوضى من قبل؟ معلوم كانت فوضى، كانوا جمعيات اللي كيتلعبوا بهذا العمل الإحساني لأغراض سياسية معروفة. احنا كنستنكروا هذا الشيء وكنبعدوا من هذا الشيء، وهنا نتدافع في هذا التدافع اللي كاين اليوم، التدافع السياسوي اللي كيستغل المعاناة ديال انا مثلا كانت بعض القضيه نتفضل نكمل هذه القضيه. احنا ما يمكنش كقياده ديال الاتحاد الخط ديالنا التحروري ما يمكنش نفكروا في المزايده السياسويه في هذه المعاناه. كما قلت ما فهمتش شنو تقصدوا بالمزايده السياسيه. انه كاين اليوم احزاب سياسيه تزايد في هذا، وبالتالي الفريق ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي حاضر الاخوان معنا. فريق فين؟ فريق مجلس المستشارين رفض البتة الدخول في هذه المزايدات، وطرح سؤال على رئيس الحكومة في هذه الظرفية الحساسة لباقي الجروح والناس كيستغلوا هذه المآسي بهذا الشكل هذا. ولكن هذا ما يمنعناش مثلا نطرحوا أسئلة كنشوفوا بعض المرات فيما يخص القضية أو غيرها. مثلا نشوفوا جمعية كتكلف بتحفيظ القرآن، شمن علاقة جمعية تحفيظ القرآن أنها توزع لاتاي والدقيق والسكر؟ يعني شمن علاقة؟ أو لكن يعني هذه ظواهر كتعرفها المجتمع، أو جمعية مثلا رياضيه كيقوموا بختان الاطفال او لا بتزويج الشباب. يعني واحد الفوضى او لا يمكن عادي الامور انا اللي غلط، ولكن واش مثلا جمعيه مختصه في الرياضه كتقوم بختان الاطفال او لا بتوزيع الدقيق والسكر، واش هذا الامر طبيعي؟ غير طبيعي البتة، وهذا مطلوب من السلطات باش تقنن ودير اطار قانوني اللي غيقنن هذا الفعل الاحساني، ما يبقاش بهذه الفوضى العارمه اللي كل واحد كيدخل لهذا الميدان لأغراض معروفة، وبالتالي لابد من تقنينه في إطار قانوني واضح مؤسساتي. طيب نقطة أخرى، المجلس الوطني ديال حزب العدالة والتنمية رفض أنه يغير القوانين ديال الحزب باش يسمح للسي عبد الله بن كيران أنه يطمح يخوض يعني أو غمار الانتخابات المقبلة ديال الأمانة العامة ويفوز بولاية ثالثة. الآن المجلس الوطني قرر بأنه سي عبد الله بن كيران يعني قضى الولايتين القانونيتين وما عليه إلا أنه يدوز المشعل لشخصية أخرى داخل الحزب. التعليق ديالكم؟ هذا شأن داخلي فيه استقلالية ديال القرار ديال المناضلين والمناضلات ديال العدالة والتنمية، نحترمه، وبالتالي هما اللي قرروا في المسار السياسي ديالهم. لأن أنتم تعاملتوا كاتحاد المغربي للشغل مع حكومة عبد الإله بن كيران، واش زعما نادمين عليه أو لا؟ ودوزنا المرارة مع الحكومة ديال بن كيران، دوزنا المرارة وكان يعني نضالات عنيفة وما كانش استجابة، ما كانش مفهوم ديال الإشراك، ما كانش كان قرارات انفرادية مؤلمة للجيوب ديال العمال والعاملات والموظفين، وما كانش استجابة ديال الملف المطلبي بشكل عام، وكاع الصياغ النضالية المتعارف عليها دوليا درناها، درنا الوقفات الاحتجاجية، درنا المسيرات الوطنية، إضرابات قطاعية، إضرابات في الوظيفة العمومية، درنا وقاطعنا فاتيح مايد، درنا إضراب عام، مراسلات من القيادة ديال الاتحاد لرئيس الحكومة، مراسلات المنظمات الدولية، ولا من مستجيب، وبالتالي حكومة غير مأسوف عليها. طيب نقطة أخيرة ويمكن هي غادي مدخل الحوار على المسألة التعليمية بالمغرب. اليوم كشف التقرير اللي قدمه السيد إدريس الجطور الرئيس الأول للمجلس على الحسابات اليوم الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن البرنامج ديال المليون محفظة لم تستفيد منه الفئات الهشة والفئات الفقيرة اللي كانت متوجهة له، وبالتالي استفدوا به أيضا الأطفال، الناس يعني اللي لبس عليهم والأغنياء في بعض الأحيان. هذا الشيء التقرير جاب التقرير الخاص بصندوق التماسك الاجتماعي اللي ديال الحكومة السابقة ديال عبد الإله بن كيران، مثلا هذاك مليون محفظة ما يستفدوش بها الأطفال المعوزين والفقراء. هذا مشكل مطرحناه في الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل ديال الحكمة ديال التدبير ديال القطاع. فعلا كاين ممارسات اللي هي ما مفهوماش وأدت التسيب داخل التدبير ديال هذا القطاع، وغادي في الملف ديال المنظومة غنتكلموا على هذا الشيء. إذا هذا أمر أمر به صاحب الجلالة ديال التوزيع ديال المحافظ، والمسؤولين ما احترموش المقاييس ديال التدبير وديال التوزيع. المشكل ديال المقاييس وديال التدبير، وبالتالي خص المحافظ يمشوا للأسر المعوزة من أجل تشجيع التعليم وتشجيع الولوج. هما اعتمدوا على مقاييس بسيطة جدا، يعني اللي مقيد في المؤسسات اللي غادي تستفد من الحملة
يستفدوا من المحفظه يعني ما كاينش لا, لا لا الامور لا الامور كتكون واضحه عند المديرين ديال المؤسسات كيديروا لوائح ديال المعوزين المعروفين ولكن ما دارش طيب ما دارش هادشي اللي غادي يجيبنا يمكن ندخلوا نتكلموا شويه على القطاع ديال التعليم وغادي نتكلموا يمكن يعني من الغرائب اننا يمكن لاول مره في التلفزيون يعني بهذا البرنامج بهذا الحجم غادي نبداو يعني بواحد المحور الرئيسي اللي سميتو التشرميل داخل المدارس التشرميل او ديال الاساتذه وديال الاستاذات غير الاسبوع الماضي يعني ثلاثه ديال الحوادث هذه اللي معروفه تقريبا ثلاثه ديال الحوادث كاين الحادثه ديال الاعتداء واحد التلميذ على الاستاذ ديال الاجتماعيات بثانويه الحسين بن علي بالحي المحمدي بالبيضاء حادثه اخرى بمنطقه سيدي رحال الشاطئ هذه تلميذه عندها 14 عام يعني تدرس بالاعداديه يعني وجهت طعنه خطيره للوجه ديال الاستاذ ديالها بواحد القطعه ديال الزاج يعني هذه بنت عندها 14 عام دي تلميذه قصير والحادث الثاني ثالث فاس تلميذ بالجدع المشترك بثانويه هيليا تعدى بالضرب والجرح على استاذه لماده الرياضيات يعني جوج ديال الاستاذات اللي تم الاعتداء عليهم يعني اعتداءات خطيره جدا نذكر لان كاين بزاف انا ما بقيتش يعني ما عنديش حتى التواريخ غير ولكن البارح الغرفه الجنحيه ديال المحكمه الابتدائيه في الرباط ادانت التلميذ اللي كان عنف واحد الاستاذ ديالو وهاجمه وسبب له يعني جروح على مستوى الراس وحكمت عليه المحكمه الابتدائيه بسته ديال الاشهر نافذه ورزازات ايضا في بدايه شهر نوفمبر عرفت يعني وكاين بزاف ما غاديش شيء غريب يمكن الارتسامات الاولى ديالك قبل ما نحاولوا نناقشوا شويه هذا الموضوع ديال الترميل في المدارس انا غادي نزيدك حاله اخرى حاله كاينه في التكوين المهني في مدينه بركان في المعهد التكنولوجي اللي مكون اصيب باله حاده وتوفى هذيك قالوا بانما يعني كان يعني على كل حال هذا صراع بين التلميذين وصل يعني صدفه هذاك التحس ولكن عنف هذا عنف عنف لا يمكن الا نشجبوا ونستنكروا لهذه الممارسه الغريبه على مجتمعنا المغربي علاش غريبه على المجتمع انا كنسمعها مغربي ما كتعجبنيش علاش غريبه كاينه انا غنتكلم معك العنف التجليات ديالو كاين كاين في مجتمعنا هذه ظاهره كاينه في الكره في المجموعه ديال 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 التجليات العنف ضد النساء اذا ماشي غريبه لا العنف التربوي وانا ماشي ليك لان هذا خطاب فوقاش ما وقعت شي حاجه يقول لك هذه ظاهره غريبه على المجتمع غادي نكمل اسيتي وقعت اغتصاب فتاه في الطوبيس قال لك ظاهره غريبه على المجتمع غادي نعاود لك انه رجل التعليم كان ولا يزال دائما ديك القيمه المجتمعيه اللي كتحترم ما عمرنا كنا كنضربوا الرجل التعليم هذه في تقاليدنا وفي تربيتنا دائما الفقيه والرجل الكبير والرجل التعليم نحترمه ونقدره لهذا قلت انها ظاهره غريبه وهو العنف راه مركب ما كاينش عنف واحد فيها مجموعه ديال انا كنعتبر بانه الا ما بيناش ملف المطلبي ديال النساء والرجالين فهو عنف لا غادي نقولوا لها فوقاش بدات هذه الظاهره ديال العنف المادي ضد الاساتذه والاستاذات ان هذا العنف المباشر الجسدي فوقاش بدات هاد الظاهره؟ انا اللي ناكد لك هو كان عنف ولكن كاين عنف مسكوت يعني شوف يمكن كان هادو كيرفعوا ما عرفتش علاش انا غادي نرفع انا غنقول انا غنرفع من بعد ولكن يمكن راه مسابقين الاحداث لا مسابقين ابلتي ما فهمتش طيب ابلتي كان هناك عنف داخل المؤسسه التربويه ولكن مسكوت عن دابا بدا كيخرج لي فيديو وكذا وسيرتو دابا خاض واحد الطابع خطير جدا في التشرمي كما قلت هذه ظاهرة غريبة جدا كنستنكروها انا كنقول بانه الوجود ديال الامين العام اليوم جا باش يساند نساء ورجال التعليم في هذه المحنة هذه اكثر من ذلك يوم السبت الماضي كان عندنا مؤتمر كبير ديال الادارة التربوية اللي كان حيابة للمناسبة ونزل دار الكلمة مطولة فيها الدعم والمساندة والاستنكار والشجب ديال هذه الظاهرة هذه غادي نتكلموا على المسببات ديالها والمعيقات ديالها يلا فوقاش بدات هذه الظاهرة يلا بدات كتبان هذه الظاهرة هذه بهذا الشكل المفزع وهذا الشكل المؤلم بدات كتبان دابا انا كنقول بانه عندها مجموعة ديال 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 المسببات انا غنقول لك بانه شحال واحد كيتحمل المسؤولية احيلك على 2004 الوزارة الوصية ديال التعليم كانت خلقت واحد المركز وطني لحقوق الانسان اللي كان غادي يقعد المبادئ الاوليه ديال حقوق الانسان وغادي يكونوا في المؤسسات التربويه وفي النيابات بحيث انه التلاميذ غادي يستانسوا بالمبادئ الاوليه ديال حقوق الانسان ديال الاحترام الاخر ديال كذا هذا من 2004
وقفات هذه العمليه هذه. في 2003 في النظام الاساسي ديال الوظيفه ديال التعليم كانت واحد الفئه مهمه ومهمه جدا اللي كانت اليوم كانت ما غاديش يكون عندنا هذه المآسي، وهي الفئه ديال الملحق الاجتماعي. كانت خصها تكون في 2003 في النظام الاساسي غيتقدموا لها الشباب والشابات المغاربه اللي عندهم الاجازه ديال علم النفس وعلم الاجتماع، كانوا غيتكونوا سنه ويخرجوا مساعدين اجتماعيين في المؤسسات التعليميه باش ياثروا يعني التلاميذ باش ياثروا ويركبوا ويتبعوا هاد الحالات النفسيه والاضطرابات النفسيه. وانا اسمع وشو هذا الشيء خصنا نسول الوزاره الوصيه. في 2007 المجلس الاعلى للتعليم بتسميته القديمه خرج واحد الراي، هو كان يعتبره الراي الثاني، كان كيقول بانه خصنا ناكدوا ونتابعوا الدور ديال المدرسه ودير السلوك المدني، ودار ندوه وطنيه في ماي 2007 اللي اطرتها واحد الرساله ملكيه كتقول بانه لا بد من تتبع وخلق اليات ديال التتبع ديال السلوك المدني داخل المؤسسات. كنت دار هذا الشيء في وقته وفي حينه ما يكونش هذا العنف. هذا المؤسسه اليوم فيها مدير اللي كنحيي المدير بحراره، عنده 1200 تلميذ، ما عندوش طاقم اداري، ما عندوش مساعد اجتماعي، عنده 40 استاذ و1400 تلميذ، ماذا تنتظر؟ تنتظر نخرجوا فعلا اطفال في هذا المستوى. هذا ايضا خطير هذا الشيء اللي كتقول، معلوم خرج اطفال في هذا المستوى، معلوم لانه ما كاينش فضاء تربوي نظيف داخل المؤسسه، ما كاينش حياه تربويه داخل، كل واحد شاد عليه في قسمه، والدور ديال المدير اللي هو خصو يكون تربوي امتياز ولا هو خصو يدخل التلمذات ويدخلهم الاقسام ويخرجهم، ما كاينش البعد التربوي والنفس التربوي داخل المؤسسه، وهذا الشيء غنجيو نذكروا عليه. ممكن كتقول ما كاينش فضاء تربوي، انا كنشوف مثلا الوزاره الوصيه صدرت واحد المذكره للساده مديري ومديره ومديري الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، المديريات والمديرين الاقليميين، مديرات ومديري المؤسسات التعليميه، كتكلم على هذه الدائره ديال العنف، كيف كتقول لهم زعما كيفاش خصهم يتعاملوا معها، ومن بين التدابير التربويه اللي كاين تدابير يعني كتقول لهم بان ما الا وقعت خصهم يعلموا البوليس الى اخره، ولكن كاين تدابير تربويه وقائيه مثلا كيقول لهم تفعيل مثلا الانديه التربويه والحقوقيه والمسرحيه والثقافيه ومراكز رصد العنف في الوسط المدرسي ومراكز الاستماع والوساطه وخلايا اليقظه، تشجيع الانشطه الترفيهيه والتربويه والرياضيه في اوساط المتعلمات والمتعلمين وتشجيع المشاركه التلاميذيه. يعني كاين الحمد لله انا كنكتشف بان ما كاين انشطه ترفيهيه وتربويه ورياضيه، واش كاين هذا الشيء؟ هذا الشيء مردود عليه وكنعتبروه ظرفي، ما كاينش مواكبه يوميه لهذا الشيء. هذا الشيء خصو يديروا مفتشين تربويين، حنا نقول لك هنا في الرباط كاين مفتش واحد تربوي اللي غادي ياثر هذه المؤسسات كلهم. الامتحان ديال المفتشين التربويين اللي غادي ياثروا هذا الشيء وياثروا النوادي اللي خصها تكون في المؤسسات وكتسمى هي الحياه المدرسيه، اللي خصها تفعل الانديه التربويه كما قلت لك، النادي ديال البيئه، نادي ديال كاينين ولا خصهم يكونوا، النادي ديال حقوق الانسان، النادي ديال المسرح، النادي ديال الرسم والفنون التشكيليه، المكتبات، هذه كلها اليات اللي غادي تفورجي. واش كاينين؟ ما كاينينش، فين هما؟ شكون غيديرهم؟ شكون ياهلهم؟ ما كاينينش. وكيفاش كتكلم عليهم المذكره ديال وزاره التربيه؟ هذيك المذكره قلت لك ظرفيه، الناس كيتفاعلوا مع الظرفيه. احنا كنقولوا كجامعه شنو درنا وكاتحاد شنو درنا؟ ملي كنت انا في الرشيديه في مؤتمر جهوي في بداية نوفمبر وسمعنا هذيك الفاجعة ديال ورزازات، خرجنا كنا الأقاليم ديال الجهة ديال درعا التافيلات، ودرنا وقفة تضامنية مع هذاك الأستاذ، وطلبت من الإخوان ديالي في المكتب الإقليمي ديال ورزازات باش يزوروه ويواسيه ويعطوني تقرير إذا كان خصو شي مساعدة. يومين بعد ذلك درنا إضراب ديال يومين حنا بعض النقابات اللي هي الجامعة الحرة والجامعة الموظفين التعليم، يومين اللي كانت إجابة كلية ديال النساء ورجال التعليم تضامنا واستنكارا لهذه الفاجعة المؤلمة. اليوم عندنا مسيرة يوم الأحد سميناها مسيرة الوحدة والغضب ورد الكرامة. غادي نتكلموا على المسيرة، نتكلموا على هذاك الرد، ولكن بلاتي نكمل. حنا كاتحاد عبر الجامعة الوطنية للتعليم، لا هذا الشيء خصنا نقولوا، درنا واحد قلبها يمكن درنا واحد الحملة وطنية تحسيسية لمناهضة العنف، وسميناها واحد الشعار اللي هو زوين واساسي، لنحترم استاذي ونحترم مكوني. طيله الشهر غادي يكون انشطه
تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعية الآباء وكل الفاعلين التربويين، أيضا داخل الاتحادات المحلية ديالنا والجهوية غيكون هناك أيام مفتوحة. بعد يعني مثلا هذا الشعار وهذه هناك الحملة نعم. غادي زعما تقضيو على ظاهرة العنف ولا غيتحاربوها بشكل ولا غادي تهدي رد فعل؟ ما جيناش كنحاربوا، كنحسوا بخطورة الأمر وخص جميع الفاعلين يدخلوا لهذا الميدان هذا، ونكون تكون انا الجراه ونوضعوا يدينا على الداء ونقولوا شنو هي الحلول من اجل تخطي هذا الاشكال. ولكن خصنا نفهموا دابا الظاهره، دابا يمكن الرساله راه وصلت السي. هذه نداء غادي نوجهه للنساء ورجال التعليم باش يكون خراط جماعي مع جميع الفاعلين التربويين. هذا نداء للرجال ونساء التعليم، ولكن ماشي هما المشكل، يمكن راه ماشي هما اللي كيضربوا راسهم، يمكن خص نداء للطرف الاخر. كيفاش تقدروا توعيوا ما فهمتش التلاميذ؟ انا غادي نعطيك مثلا واحد البيان اخر ديال واحد النقابه اخرى، النقابه الوطنيه للتعليم العالي، في الحيطه ديال ورزازات. يعني من بين ما قالت نتان انتباهي جوج ديال الحوايج، تكلمت على قلت لك بانما بعض تشجيع هاد الاشخاص المنحرفين في شخصيه تلميذ. يعني عندنا اشخاص منحرفين داخل الاقسام، يعني ولات واش هذا معقول انه يكون عندنا منحرفين داخل الاقسام في المدارس؟ كيفاش وصلنا هذوك المنحرفين للمكان ديالهم خص يكون مكان اخر؟ يعني ما كنقولش انا نجريو عليهم شي مركز تربوي اخر باش يردهم الطريق، ما يمكنش حتى هو يكون يعني في الاعداديه في الثانويه بحاله بحال التلاميذ الاخرين. كتعرف السيتي جني بانه الاستاذ في التقويم ديالو للتلاميذ ديالو اللي كيدير لهم التقويم ديالو في اخر سنه، التقويم ديال النقاط والتقويم ديال السلوكي، وكيبعث النتائج للمدير، والمدير كيبعث النتائج للنيابه الخيطه المدرسيه، كيرجع له داك الشيء كيقول له هذا الشيء سقطي راه بزاف، نقص 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 شويه، وبالتالي كيخصو يرجع هذوك التلاميذ اللي هما عندهم سلوكات ماشي هذيك وعندهم نقاط وخصهم يكرروا، وكيولي خليط في المستقبل وكيوليو اقسام يعني مليئه. خطير اللي كتقول، يعني التلاميذ خصهم يتكرروا وخصهم يمكن يطردوا. المدير كيفرض على الاستاذ لا سلطه له في التقييم الاخير، وهذا اشكال اللي هو غادي كيجي من الفوق، كي من بعد كيعيش سنه هو مع التلاميذ، كيعرف السلوك ديالهم وكيدير لهم النقاط وكيتبع معاهم وكيدير لهم التقويم، ومن بعد ذلك كيدير واحد التقويم اخير في اخر السنه، كيبعثوا للمدير، المدير كيبعثوا للنيابه، والنيابه كتجيب الخريطه المدرسيه تقول لك اودي لا خصك توسع الوعاء ديال النجاح، وهكذا كيولي واحد المسار ديال التلاميذ اللي كيطلعوا بدون مستوى وخصهم روسيكلاج وخصهم كذا وكيطلعوا يعني البيروقراطيين يمكن بعيد على الحياه العمليه واليوميه ديال المدرسه، هو اللي كيقرر شكون ينجح شكون يخسر او لا كيفاش كي ايوا هذا او لا عنده انعكاس يعني بطريقه او باخرى. هذا المنظور، هذا المنظور ديال التعليم غادي نذكروا فيه، وهذه الافات والاعطاب ديال المنظومه التربويه. الهيبه ديال كان كنسمع كيقول لك الهيبه ديال رجل التعليم ما بقاتش، هذه الهيبه ومشي غير رجل التعليم، يعني ديال رجل السلطه يعني، ولا واش في نظركم يعني هذا الخطاب عنده مؤسس او لا غير؟ انا غنبقى نتكلم على النساء ورجال التعليم، فعلا الهجوم الممنهج عليهم، احتقارهم، تهميشهم، عدم تلبيه المطالب ديالهم واستول الكرامه ديالهم، خلى انه القيمه المجتمعيه ديالهم داخل مجتمعنا هي اللي كتدفع لهذا العنف. كون الدوله عندها الاراده السياسيه انه تعليمنا والمدرسه العموميه تكون في واحد المستوى ويردوا لها الاعتبار ونعتبروها رافعه ديال التنميه وديال الرقي الاجتماعي، ورجل التعليم يكون في واحد المستوى اللي غيكون العطاء ديالو اكبر، غادي نكونوا في واحد المستوى. هذا اللي كينتقدوكم انتم كنقابات، كيقول لكم يعني كتكلموا غير على الجانب المادي ديال الاساتذه وديال اسره التعليم، يعني الا وصلنا لهذا الشيء انما كنتهلاوش فيهم ما كيخصوش مزيان، يعني بحال الا زعما زدنا لهم غدا في الاجره، مع احترامي الكامل للنساء ورجال التعليم، ان الا زدنا لهم غدا في الاجره صافي المشكل غادي يتحل وما يبقاش عنف وتولي المدرسه نظيفه وخضراء، يمكن ماشي هذا هو المقاربة ديالكم. يمكن احنا المقاربة ديالنا الشمولية في إطار المنظومة، في إطار إصلاح ديال التعليم، كنقولوا بأنه إصلاح خصو يكون شمولي وفيه مجموعة ديال المكونات، والمكون الأساسي اللي غادي يمكن يقعد وينزل الإصلاح هو رجل التعليم ومرأة التعليم، وبالتالي اليوم كنطلبوا بالكرامة، بعدا كرامة أساسية والصون ديال الكرامة والصون المهنة ورد الاعتبار لها. كيفاش خصنا نردوا يا العملية؟ كيفاش رد الاعتبار؟ رد الاعتبار كاين اللي كيقول لك راهم كيتخلصوا مزيان الاساتذه، ويعني شكون اللي كيقول وعندهم خدمات اجتماعيه، غادي نتكلموا على التعاضد ديالك كتخدم خدمات اجتماعيه وطبيه وصحيه بالمجان. انا كنقول لك راه فين ما كاينش، كاين قطاعات اخرى اللي ما عندهمش. انا كنقول لك بانه كاين واحد المجموعه ديال الفئات
كتحس بغبن بناء على واحد المجموعه ديال الامور وخاصه النظامين الاساسيين ديال 1985 و الترقيه والشواهد. شي مشكل غير هذا؟ هذا هو المشكل اعمق من الترقيه ديال بعض المواد. ما احترامنا لهم، الا بغيتي بغينا الاحتقان يحيد وبغينا نحفزوا نساء ورجال التعليم باش ينخرطوا في الاصلاح ويقعدوا وينزلوا الرؤيه الاستراتيجيه ديال التكوين اللي هي رؤية أساسية فيها من 2015 2030 اللي غادي يفعلها واللي غينزلها واللي غيعبئ عليها هو النساء ورجال التعليم. عندهم انتظارات، كينتظروا باش يكون نظام أساسي منصف لهم ومنصف لهذه الفئات. وخليني نقولهم هذه الفئات، قلت لكم الناس اللي كنسموهم شيوخ التعليم، هادو دخلوا في واحد الإطار وباقيين حاصين في السلام التاسع والعشر. هادو كيطلبوا بواحد الترقية استثنائية. كاين اخواننا ديال المساعدين التقنيين بغاو يدخلوا النظام الاساسي ديال ديال التعليم وبغاو يترقاو لواحد السلم الثامن. كاين بعض الشباب اللي دخلوا وعندهم شواهد وبغاو يترقاو ويغيروا الاطار ديالهم، اسوه هما ديال 2016 اسوه ب 2014 و2015. ودابا قبيله كنهضروا غير في الترقيه والجانب المادي ديال والتلاميذ والتلميذات. التلميذه عندها 14 عام السي سمع، التلميذه 14 عام ضربت بواحد القطعه الزجاجيه الراس ديال الاستاذ ديالها. كون هذاك الاستاذ كان يتخلص 20000 درهم في الشهر، واش كان غادي يتغير في الامر شي حاجه؟ ودابا هادشي راه متشابك. عطوا الناس، حيت ما تكلمتناش على التلاميذ، نعطيو للناس حقهم ونحيدوا الاحتقان وغادي نشوف ملف ملف. انا كيظهر لي المدخل الاساسي عندنا هو شي ما غايحيدوا لنا حتى واحد. وانت كخبير كتدافع على الرافعه ديال الاصلاح والمداخل الاساسيه ديال الاصلاح، رد الاعتبار والكرامه النساء ورجال التعليم وتحقيق المطالب ديالهم. واخا انا نطرح لك سؤال، لا انا غادي نمشي معاه. لا بلاتي نقول لك، انا من 2012 هما كيقولنا غادي ننزلوا النظام الاساسي ديال من 2016. شنو هو النظام الاساسي باش الناس يفهمونا؟ الستاتيو اللي غادي يجمع كاع هاد الفئات هادو، ما يبقى حتى فئه كتحس بغبن. كيقولنا راه خصو غلاف مالي، قلنا لهم اودي يلاه كل فئه ديروا لها مرسوم، كل فئه ديروا لها مرسوم وندافعوا كنا وغادي بشويه بشويه كنقعدوا كننزلوا كنحيدوا المشاكل بيتي بيتي. ما كاينش هاد الاراده هذه، ما كايناش الاراده هذه. كتلقى اجتماعات ماراطونيه في اطار لجان وظيفيه في الوزاره وكنحضروا ليها ونحضروا ليها. كاين شي 50 اجتماع على النظام الاساسي وما كاينش ما كاينش ما كاينش. اذا خص محفزات محفزات اللي هي تمشي في اتجاه. انا كنقولها دابا يلا هما مزيان صافي، ردينا الاعتبار رجال ونساء التعليم. هذوك التلاميذ اللي دابا المشكل هما اللي جاي من بعضهم، عاود باش ما نسودوش الصوره. يعني كاين البعض الحمد لله الاغلبيه راه الحمد لله ما خلقاش مشكل، يعني كتدرس، ولكن هذاك البعض دائما كاين. انا كنبغي نحيي بحراره نساء ورجال التعليم على المجهودات، وهما مرابطين الان في مجموعه ديال الفرعيات وفي الجبال وكذا باش يلقنوا الدروس وباش يربيوا ابناء الشعب المغربي. يعني ما فيهاش المنظومه ككل فيها معيقات وفيها اعطاب اللي رجل التعليم ماشي هو المسؤول، واخا بغى يلبسوا هذا الشيء. كاين اعطاب متعدده متعلقه بالاسره، بالمنهاج، بالمقررات، وبالاصلاح ثم الاصلاح، بدون ترصيد، بدون تقييم الاصلاح. كندوزو من الاصلاح للاصلاح دون اشراك نساء ورجال التعليم. اللي رحنا كنتكلموا على الاصلاح ديال التعليم مازال ما تصلحش. ايوا الخطا ديال الناس، ماشي حنا كنصلحوا. ولكن انتم طرف. حنا اليات، حنا بعد ما كانوا استشار في مجموعه ديال الامور، كيجيو برامج كياخذوها كولي هذا ويجيبوه حطوه يقول لك هذه غادي هاد لوغدروس. كيقول لك النقابات ما عمرو جابوا لنا ولا هاد الاساتذه التعليم اللي كي زعما دائما كيدافعوا على المطالب الماديه والمعنويه ديالهم شي حاجه اللي يعني شرعيه، ما عمرو جابوا لنا التصور كيفاش كيشوفوا الاصلاح ديال التعليم. كنجيو تصور وكناقشوه في مجالسنا الوطنيه في مؤتمراتنا وكنعرضوه على الوزاره قبل الملف المطلبي. انتما اذا باش نغلقوا يمكن هذا الملف ديال العنف، نشوفوا الاعطاب الاخرى في المؤسسه في المنظومه التربويه، اعلنتوا على ما سميتوا مسيره الغضب اللي غادي تنظم يوم 3 ديسمبر يوم الاحد 3 ديسمبر، وغادي تنظموها انتما ثلاثه ديال النقابات. نعم. يعني مسيره مشتركه، الجامعه الوطنيه لموظفي التعليم، الجامعه الحره للتعليم، والجامعه الوطنيه للتعليم.
كيفاش غادي تشوفوا عمليا هذه المسيره ديال الغضب؟ مسيره داعي لها النساء ورجال التعليم جميع المكونات وجميع الفاعلين كنستنكروا هذا باش الوزاره نوضعوها عند حدها وتدخل حتى الحكومه نحملوها. طيب. المسؤوليه. طيب مين غادي نربطوا شي بشي من مثلا بين اللي كتقوم به الحكومه اللي قامت به الحكومه السابقه وهذه الحكومه انها باش تغطي على العجز اللي كاين ديال التاطير داخل المدارس لا سواء في المجال الحضري ولا القروي، كاين واحد يعني خروج التقاعد المجموعه ديال الاطر التربويه وكتحاول الان انها تعوضها ولكن باطر اخرى في اطار ما يسمى بالعقده يعني بالكونترا ماشي يعني بالستاتيو ديال الوظيفه العموميه. واش كتشوفوا هذا حل ايجابي؟ هما الحكومه كتتكلم الان على 50 منصب شغل من بين الحكومه السابقه والحاليه. حنا كنعتبروا ان الحكومه ايجابي لا الحكومه السابقه ولا هذه الحكومه جات باش تخصص كل ما اجتماعي من التعليم خاصه التعليم ودخلت له الهشاشه بهذا الشيء ديال التعاقد. كيف يمكن لشاب موجز او عند الماستر كيدخل ونعطوه ابناء الشاب؟ ما يمكنش. ما كاينش تكوين. اذا التكوين ديال 4 ايام داروا التكوين ديال 4 ايام ماشي 4 ايام ديال التكوين. حنا ماشي ضد هذا الاولاد لا حاشا، حنا كجامعه وطنيه التعليم كنحتضنوهم وانا كنت معاهم في الداخله كان عندي لقاء تواصلي معهم هما شي 150 شاب وشابه وتكلمنا على المسار المهني. تنزيل ديال هذا التعاقد عيطنا الوزير السابق شكون هو بالمختار باش يدخلوا هذا الكونترا ويتشاوروا معنا وكذا. بون قلنا الا كان هذه ضروره ملحه واراده ديال الدوله ما كاينش اشكال، ولكن وريونا الكونترا باش نديروا فيها اللمسه الاجتماعيه ونضمنوا على الاقل المسار المهني ديال هذوك الشباب والحق النقابي والتغطيه الاجتماعيه الى اخره. وعدونا ولكن ما شناش لو كونطرا. اذا هذه النوع من الهشاشه اللي دخلت الوظيفه العموميه. وكاين دابا ضغط هذا الاحتقال اللي كاين وهذا اللامبالاه كدفع نساء ورجال التعليم باش يغادروا القطاع. وفي كيمشيو هاد النساء كيمشيو للقطاع الخاص، بمعنى كاينه اراده ديال تشجيع ودعم القطاع الخاص في نظركم يعني بهذا الشكل هذا ولا قراءتكم هذه وافراغ المدرسه العموميه من المكونات ديالها ومتاريخها. اليوم حنا كجامعه فاتحين الابواب ديالنا في الاتحادات المحليه والجهويه لهاد المتعاقدين والمتعاقدات في اطار دورات تكوينيه. واش دورات تكوينيه اللي كنأطروهم باش يعرفوا كل ما هو بيداغوجي وتربوي وكنأملوا بانه ندافع عليهم باش يترسموا. يعني غادي نوقعوا في نفس المشكل. إذن هاد الكتلة ديال 50,000 واللي غدا يمكن تصبح 100,000 ما يمكن إلا كما قالوا مجموعة ديال الخبراء أنهم تهما غادي واحد الوقيتة من بعد عام عامين من توقف العقدة ديالهم يمشيو يعاودوا يديروا اعتصامات ويطالبوا بالترسيم وعاود غادي يترموا المنظومة التعليمية. يعني وشنو يعني ماشي اللحوم للشارع هاد ولا شنو؟ إذن وشنو يعني هادو خاصنا ندافع عليهم باش ترسموهم هادو أبناء الشارع. ولكن الحكومة كانت أصلا دايرة التقاعد باش ما نرسمهمش باش ما نطيحش في المشكل، ولكن هي غادي تطيح فيه تطيح فيه يعني قضية وقت. كيفاش ما ترسموهم؟ خصها ترسموهم. لا هي كتخير العقده، يعني خص تولي عندنا ثقافه الاشتغال بالعقده، خص الواحد يقبل يشتغل عامين ثلاث سنين ومن بعد يمشي يقلب على راسه. انا كنفهم العقده. جهه اخرى ويخدم عامين وهي غاديه. انا كنفهم العقده. لا. لو كونترا هي نديرها مع واحد الخبير اللي غادي ينجز واحد المهمه محدوده في الزمان والمكان يمشي بحالو. هادو غادي يمشيو يبقى يقرروا لنا الاجيال. وبالتالي خصنا ندعموهم ونكونوهم ونكونوا بجانبهم ونرسموهم. اسمح لي نسولك، قلت لي التكوين ديال هاد الاطر الجديده ديال اللي كيتشغلوا مع 50,000 ويمكن اكثر، انهم التكوين ديال 4 ايام حتى الاسبوع. نعم. التكوين القديم ديال الاساتذه ديال هذه السنين مثلا شحال كان كياخذ ديال الوقت باش غير تكون عندي مقارنه؟ سنه سنتين. وكتدوز في الاخير السنه ديالك من بعد التدريب واحد الامتحان كيحضروا لك مفتشين وكيديروا لك التقييم واش تنجح ولا ما تنجحش. اكثر من ذلك في المسار ديالك البدايه ملي الله كتبدا كيجي عندك المفتش بشكل دوري والمدير كيدير لك زيارات تربويه وكل 3 شهور كدير ما يسمى بالدرس النموذجي وكيحضروا للمفتشين وكيكون نقاش. فاش مازال ما تخرجتش عاد؟ تخرجتي في السنه الاولى. السنه الاولى وكيبقى المواكبه المتابعه وكاين الزيارات ميدانيه قلت لك للساده المفتشين والمديرين اللي كانوا كيزورونا بشكل وكيأطرونا. وكان واحد البرنامج ديال التكوين المستمر وكان التكوين الذاتي كنا كنشروا المجلات متواجده ب 10 دراهم. هذه ايامات الخير ملي كانت التعليم العمومي كيخرج الاطور يمكن نتمناو يكمل يزيد يخرج الاطور. دابا مع هادو مع احترامنا لهم اللي كيتكون اربع ايام حتى الاسبوع، واش كتشوف بينما هذه عاود ضمانه انه غادي يكون التعليم عندنا في المستوى؟ ما كاينش ضمانه.
هذا الشيء كيمس بالجودة ديال التعليم اللي كتنبي به الدولة، ما كاينش بغا تكون الجودة، ما يمكنش. أنا لا أشكك في المقدرات ديال هذوك المتعاقدين، المقدرات ولكن تبقى اجتهادات خاصة، ولكن المنظومة ككل، ولكن التكوين وطريقة الإلقاء والتفاعل الإيجابي والبيداغوجي وداك الشيء خاصو لا بد من التكوين. طيب توظيف الوقت تكلمنا عليه، هذا هو اللي بغيت نقول لك. دابا كاين اللي كيقول لك يعني الا الجوده ديال التعليم نقصت، وانا سمعت يعني المطالب ديالكم ماديا ومعنويا، ما كاينش غير هكا. كاين اللي كيقول حتى الاستاذ كيتحمل المسؤوليه ديالو، عندنا اساتذه تاهما ما كيبذلوش المجهود اللازم، يعني واخا يمكن الوضعيه الماديه ضعيفه ولكن ما عندوش قناعه وما عندوش ضمير انه يشتغل، يعني كيدير يعني غير المينيموم. كيقول لك انا ما خدام في العربيه، انا ما عنديش الامكانيات، اللي بغى يقرا ولا اللي لا يقريه. واش كاين هذا الشيء حاضر او لا؟ هو الفعل التربوي هو فعل بشري، اللي على كل حال ما بغيتش نقولوا بانه راه هذا ما كيديروا ما كيديرش، ولكن هو فعل مضني، فعل مضني في علاقه الاستاذ مع التلاميذ ديالو، وما يمكن الا نكونوا حنا مع النساء ورجال التعليم. اكيد انه كاين حالات شاده في جميع القطاعات ماشي في التعليم، ولكن حنا كجامعه وطنيه التعليم كنقولوا بانه اعطوا الناس شغلهم وحاسبوهم. ايضا كنقولوا بانه خاص التكوين، والتكوين المستمر. مجموعه ديال الاساتذه والاستاذات كاين اللي معمروا خضع البرامج ديال التكوين والتكوين المستمر. واش عندنا اشكال مادي؟ يعني يمكن الوزاره ما عندهاش الفلوس. كنقول انا التكوين باش دير لهم التكوين حتى في البرنامج الاستعجالي، طريقه باش كانوا كيكونوا مضحكه، كيجمعوا 60 70 في واحد القاعه وكيبداو هذا. ما كانش التكوين بالشكل اللي فيه بعد النظر، فيه التدبير التشاركي مع هذا، فيه دورات تكوينيه، فيه القاء، كيجي واحد المفتش كيلقي عليهم واحد شويه ديال الكذا ويمشي بحال. اذا المشكل واش بقينا فيما هو التلقين ديال المواد، وهذا الشيء هو اللي كاين في المؤسسه التعليميه. الاستاذ الان اليوم ما عرفش بانه راه التلميذ هو محور، هو المحور ديال العمليه التربويه. خاصنا نحيدوا من هذا الشيء ديال التلقين المغلق والحشو ديال الافكار للتلاميذ. خاصنا نتفاعلوا مع ابناء الشعب المغربي اليوم اللي هما منفتحين. علاش ما كنتفاعلوش؟ فينا هما البيداغوجيات ديال هذا الشيء؟ راه ما عندنا بيداغوجيه، ما عندنا هذه المشكله. ما عندناش والو. عندك دروس كتجيك وعندك مذكرات ملزمه باش تطبق واحد المجموعه ديال واحد البرنامج السنوي، كيجي المفتش ولا يجي المدير خصك تكملوا لي تحت الضغط وتحت الاكراهات اللي كاينه. ما كاينش ابتكار، ما كاينش ابداع عند رجل التعليم. كل واحد سد عليه، ما كاينش حياه تربويه ونفس تربوي داخل المؤسسه. وهذا الشيء راه مهم، ومهم جدا. هذا انغلاق المؤسسه على المحيط ديالها، عدم انفتاحها، عدم تفعيل هذه الانديه، عدم خلق انشطه موازيه، ما يمكنش التعليم يزيد. غنبقاو في هذا النمط التقليدي. وحتى المقررات اللي عندنا اليوم واش كتشوفوها بانه يعني اجابه؟ حنا هذا النمط التقليدي كنرفضوه، وكنقولوا بانه خاص المهام ديال المؤسسه وديال المدرسه العموميه اللي خصنا نردوا ليها الاعتبار ديالها، ما تبقاش على مهام ديال التلقين وديال انه اخر سنه كناخذ نقطه وفي اخر المطاف ديالي كناخذ ديبلوم. خاصها تكون واحد المؤسسه اللي فيها الابتكار والابداع وخلق المواهب، واللي ما جابش الله في الرسم يكون مسرحي، واللي ما جابش الله مسرحي يكون كذا. وبالتالي خاص تكون فرص ديال التنافس وفرص ديال الابداع وفرص اللي غادي تخلي انه الطالب والتلميذ يفجروا طاقته. هذه انا حيرتني السي معصيد، نولي نفس السؤال. هذا الشيء اللي كتقول جميل جدا. انا ما نظنش وزير ديال التربيه الوطنيه غادي يقول لك لا انا ما بغيتش هذا الشيء. علاش ما كاينش هذا الشيء؟ لان المقومات ديال المدرسه، المدرسه العموميه قتلوا المدرسه العموميه، ما بقاش مدرسه عموميه. لا ما يمكن، ما بقاتش عندنا مدرسه عموميه. مدرسه عموميه كاينه، مدرسه عموميه كاينه، عشرات الالاف ديال التلاميذ كيمشوا للمدرسه العموميه. كان واقع المدرسه العموميه واقع، كاينه. لا مدرسه كاين موظفين اداريين اطر تربويه وتلاميذ. اذا كاينه مدرسه، كاينه مدرسه. دابا كنتكلموا على المضمون، كيفاش خصها تكون مدرسه؟ هي هاد المواصفات اللي قتلوها. هي كاينه، هي مدرسة حيوط كاينة، كاينة مدير، كاين مدير، كاين تلاميذ، كاين أساتذة، كاين جمود تربوية. كنقول لك أنا المدير مسكين عنده 1400 تلميذ، أي ما عندوش أطقم إدارية، خاصو يتسخر النيابة، خاصو يدير الإحصائيات، خاصو يحضر الغياب، خاصو يقوم مهام معاً، وخاصو يخاف لغدا يتعفى، لأن السادة المديرين ساكن. الساده المديرين ما بغاو والو، بغاو يغيروا اطار، لانه عندهم تكليف، عندهم واحد التكليف، وكيبقاو تحت الرحمه ديال المدير الاقليمي او الوزاره. في اي خطا بسيط يعفى ويرجع بشكل مهين للقسم. هذه الاجواء هذه خصنا نتغلبوا عليها،
ونرجعوا القيمه ديال المؤسسه وديال المدرسه العموميه. يعني كنتكلموا كيفاش كتشوفوا باش نرجعوا هذه القيمه المؤسسيه؟ يمكن نتكلموا شي وقت المقررات الحاليه واش من الطبيعه ديالها انها يمكن تعطينا وتخرج لنا يعني اطر ديال المستقبل. نتكلم مثلا واش كاين تدريس ديال اللغات الاجنبيه، التكنولوجيات الحديثه واش كتدرس في المدرسه؟ وما نساوش المدرسه في العالم القروي، لان حنا كنتكلموا كيتبادرنا بالدي زعما حنا في المدينه امور، كاين العالم القروي ايضا تا خصنا ناخذوا بعين الاعتبار. انا كنعرف العالم القروي واش المقررات في المستوى، المقررات ماشي في المستوى لانها ما فيهاش اللمسه ديال الحقوق الانسان، ما فيهاش هذا الشيء اللي قلت قبيله ديال خلق الابداع وتخلي التلميذ انه يفكر ويبدع، لانه كيبقى متلقي جميع الدروس كيديرها الاستاذ في واحد المذكره معينه فيها دي زيطاب وكيلقنها الاستاذ، وكتكون الخلاصات اللي ملزم التلميذ باش يحفظها وباش في اخر المطاف يجيب نقطه. هذا المستوى ديال التلقين وهذه المقاربه ما خصناش نشتغلوا بها. تلامذنا اولادنا اليوم كلهم كيتفاعلوا بالايفون وبالبلاكيت وبيدخلوا للانترنت، معلوماتهم متعدده وماشي بالضروره الاستاذ ديالهم يكون هو مصدر المعلومه ومصدر الاداء. راه عندهم الطالب خصنا نتفاعلوا معاه ونديروه في هادشي. ما كاينش تجاوب، ما كاينش في المنظومه كلها، هي منظومه منغلقه، هي برامج. انا بغيت غادي سمح لي السمع صد، واش ما عندناش الناس اللي يفكروا في هذه الوزاره مثلا، او الناس اللي عندهم يعني شويه يصرفوا المستقبل؟ نقول لك واش عندنا اكفاء اللي كينظروا لهذه التربيه الوطنيه ولا لا؟ في المجلس الاعلى وقف على هذه المعيقات وخرج هذه الرؤيه الاستراتيجيه ديال التربيه والتكوين اللي قدمها الحكومه. اييه هي، ولكن خصها ضمانات باش تكون تحل الابواب ديال الاصلاح. والضمانات متعدده، خاصها تكون اراده سياسيه عند الجميع باش ينخرطوا، لان هذا شان مجتمعي من احزاب ونقابات وإعلام يعني حكومة ومجتمع مدني وأئمة، كل معني بإصلاح ديالته. يعني تكون هذه الإرادة السياسية باش تكون التعليم أولوية، تكون هذه الإرادة هذه. ثانيا خاصنا المدخل ديال الاعتناء بالموارد البشرية، وكنعني بها الأدر التربوية والإدارية، ما فيهاش هذه والصون الكرامة ديالهم. هذا مدخل وبلتي هذا المدخل خصنا راه مدخل بالاول وانت فيه هذا خصنا نبقى نقول فيه. طيب غادي نطرح لك واحد السؤال يمكن نمشي في المسار اللي قلت. اذا هذه المدرسه العموميه بالمعيقات ديال المعوقات ديالها بالاشكالات ديالها، واش القطاع الخاص حل؟ القطاع الخاص اللي عندنا دابا ما نتكلمش على المدارس ديال البعثات الاجنبيه، هذيك يمكن ما كاين قليله ماشي، ولكن كنتكلم على هذه المدارس الخصوصيه اللي كثرت في المدن المغربيه كامله الان، يعني من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، كل مدينه واخا مدينه صغيره تاع مثلا بركان ولا فين ما كاين مدارس خصوصيه والناس كيخلصوا فلوسهم، وبشحال ما مشيت للمدينه الكبيره بشحال ما الثمن ديال التدريس كيكون غالي اكثر. الناس ولات كتخسر فلوسها في هذه المدارس الخصوصيه، واش بعدا كتستاهل انه دير وليداتك وتخسر فلوسك عليهم في هذه المدارس الخصوصيه؟ انا خريج المدرسه العموميه وكنفتخر بذلك، وكان التعليم الخصوصي ملي كنا طلبه هو عار انك تمشي للمدرسه الخصوصيه، يعني خصك تسقط وكذا وتمشي ليها. وهنا في قلت قبيله بان المدرسه العموميه اجهز عليها. انا ما متفقش معك انك اجهز عليها، اجهز عليها بهذا المنظور، لانه الحكومه السابقه ولا هذه غاده في اطار الخصوصه ديال التعليم وتشجيعوا. دابا ولاو كينبتوا لنا المدارس الخصوصيه في كل الاماكن، وانا جاو عندي الناس بالشكر قالوا بغيو يديروا مدرسه، ما عارفينش كاين الفلوس. يعني كاين استثمار وكاين خصصه للتعليم. يا ولاد مربح، يعني مشروع مربح. معلوم مربح. احسن بمعمل ديال معلوم مربح التعليم الان، دير مدرسه خصوصيه وغتكون بخير. كل شيء غيجي عندك، لانه الملاذ الناس دابا الملاذ ديال الطبقه خصوصا الطبقه المتوسطه كلهم كيمشيو يدوا ابنائهم. ولكن واش الحل؟ واش كاين شي جوده بعدا مقارنه مع المدرسه العموميه؟ الحل هو رد الاعتبار للمدرسه العموميه، ويكون واخا عطيني غير الموقف ديالك مثلا بهذه المدرسه الخصوصيه، واش كتشوفها بانما يعني فيها واحد الجوده متميزه على المدرسه العموميه ام لا؟ انا ما كنقولش بانها فيها جوده، انا مازال متشبث برد الاعتبار للمدرسه العموميه اللي غتكون فيها جوده وتكون فيها نتائج، والدليل ان النتائج ديال البكالوريا كلها اللي كيجي الاول هم ابناء المدرسه العموميه. وحتى الاطر اللي كيسيروا الدوله الان وسيروها كلشي خريج كلهم خريجي المدرسه العموميه. يكفي ان ما فيهم كاع الوزراء اللي دازوا على التربيه الوطنيه. اكيد يكفي انه نوقفوا عند الاعطاب ويكون عندنا واحد الحل مجتمعي ويكون الاراده الحقيقيه. ولكن شنو ترد على مثلا العائلات، يعني الاباء والامهات ديال الاطفال اللي ولا ديال التلاميذ والتلميذات اللي كيقول لك انا خصني ندبر على ولدي باللي كاين، واخا نحيد من جيبي ومن حيد من لحمي
ونديه يقرا في المدرسه الخصوصيه، لان الا خليته في المدرسه العموميه غادي نضيعه. ضاع لي مشى لي الولد او البنت. هذه الصوره النمطيه اللي ولات على المدرسه العموميه على رجل التعليم وهي مقصوده، خلات انه بعض الاسر كيمشيو لكذا. اي اكثر من ذلك اللي كيمشي يقلب على النقط في المدرسه الخصوصيه، خصنا نقولوها، ياخذ النقاط باش يمشي بعد يحصل على البكالوريا باش يمشي للمعاهد ويمشي لكذا، لان يعني النقاط بحال كتبع. وشو كتقول على نفس الاساتذه اللي كيقروا في المدرسه العموميه باش يقروا في المدرسه الخصوصيه؟ لا كان كيمشي خارج اوقات العمل ما عندنا ما نقول له، ولكن خصو يقوم بعمله ويؤمن بالحق والواجب، وهذا الشيء خصو يشتغل مع ابناء الشعب المغربي في مدرسته، وحنا ما يمكن لنا ندافعوا على هذا الصنف هذا. الاساتذه نتكلم عليهم انت واخا انت كنقابي، ولكن كاين بعض الاساتذه ما نعموش، ولكن كاين البعض اللي كيستغل الظروف ديال الوضعيه ديال التلاميذ وكيستنزفهم ماديا، مثلا انه يبقى يدير مثلا حصص خاصه وساعات اضافيه بعض المرات حتى الليل 10 ديال الليل، كنشوفوا الدراري كيمشيو يديروا ليتود عند شي اساتذه، وكاين شي اساتذه اللي الان تخصصوا في هذا الميدان هذا. هاد الظاهره كتشوفها صحيه ام لا؟ خاصه اسمح لي غير نفتح القوس، انا اللي الغريب اللي سال معايا، انا شفت العائلات كيدي ولادهم يقراو في مدرسه خصوصيه ويزيدوا لهم مسوايا اضافيه عند الاستاذ في المدرسه ديالهم في المدرسه الخصوصيه، يعني كتقرر تخلص عليه فلوس تزيد تخلص يعني شي حاجه اللي يمكن هذا يعجز اللسان عن وصفها. هذا العبات السيدي جني، هذا العبات. وكنظن بانه الدعم المدرسي هو عنده الاليات ديالو، كيكون حتى في المؤسسات العموميه، بمعنى انه الاستاذ الا بغى يدير الدعم التربوي والدعم المدرسي كيدار في المؤسسه التربيه، وكيكون داك الشيء مقنن بساعات معروفه وبتقارير. الساعات الإضافية هي واحد الظاهرة هي اللي ولات في المجتمع وفي المنظومة، هو الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية ديال النساء ورجال التعليم كتدفعهم باش يديروا هذا السبع. هي ظاهرة ما مقبولاش أساسا، ولكن الحل ديال هذا الشيء كلشي كما قلت هو رد الاعتبار الرجل التعليم. دونك كاين اللي كان لا كاين، اسمح لي كاين الاساتذه اللي تخصصوا في هذا، عنده لاجوندا كيبدي مع السبعه ديال الصباح. نعم. وكيقول لك انا عندي دابا مسالي حتى 10 ديال الليل الا بغيت، يعني ماشي كلشي يعني. وعلى كل حال انا كنقول بانه هذه ظاهره ما محموداش بالنسبه لكم، خصنا نمنعوها او نقنوها او خصها تقنن، لانه اكيد انه كاين فيما يسمى بالفروق الفرديه. الدروس اللي كياخذوا بعض التلاميذ غير كافيه من ناحيه في اطار الضبط الزمن المدرسي، لا بد باش يتزادوا له بعض الساعات الاضافيه من اجل التقويه ديال الاخر. انتم كنقابي تعاملتوا مع مجموعه ديال الوزراء ديال التربيه الوطنيه، مثلا بدوا بالاخير سي حصاد شي تقييم ديالكم، وبدا في الاول قال لك خصنا نحل المشكل ديال الانضباط داخل المدرسه، خصنا شويه الحزم ورد الاعتبار للسلطه داخل المدرسه. واش كان هذه مقاربه كمقاربه اولى كتسمح لها ام لا؟ حنا في الجامعه الوطنيه للتعليم الاتحاد المغربي للشغل لا نبخس ما هو ايجابي، دائما اللي هي ايجابيه ما كنبخسوهاش، وكنقولوا هذه ما السي حصاد جاب مقاربه جديده، واول وزير اللي جا وفتح معنا حوار قطاعي استقبلنا اللي وتصنت لنا، وهذيك الحركه الانتقاليه راه طرحناها معاه ككتاب عامين، وقلنا له بان فيها اشكال، وتشاور مع الطاقم ديالو وحل ديك الحركه اللي على كل حال لبى فيها الطلب ديال المجموعه ديال جا خلى اللمسه ديالو. كنا نعزين من النفس انه غادي يطور معنا العلاقات المهنيه ونخرج ونمشيو لهذا النظام الاساسي، وفتح معنا المذكره ديال الاطار ديال اللي كتربطنا بين الاكاديميات وعطى التعليمات ديالو باش يكون باش تبدل وباش يتنقح من اجل انه نتواجدوا في النيابات وفي الاكاديميات. مقارنه مع سي بالمختار وسي الوفاء، انا ما كنقارنش، ولكن كنقول بانه هذا الوزير هذا خلى اللمسه ديالو. طيب المشكل كان عندي واحد الظاهره خاصه يمكن في بعض المدن ماشي في كل شيء، كاين اغلاق ديال المؤسسات التعليميه. نعم. انت هنا في الرباط كنلاحظوا كاين بعض المؤسسات بعض الاحياء كيقول لك ما بقاش ما عندناش عدد كافي كيغلقوهم. يعني غير واش ما كانش تناقض، كاين اكتظاظ في الاقسام 40 50 وكاين مؤسسات كتغلق، واش عندها علاقه ولا غير يمكن هاد الاكتظاظ كيكون في الجهات اللي كتكون فيهم كثافه سكانيه. مثلا في الدار البيضاء عندنا انفا ما كاينش كثافه سكانيه وبدات كتغلق بعد المدى، اما لا طلعتي للمولى رشيد وهذا كاين كثافه سكانيه والمؤسسات لا تغلق في انفا فقط. عادي الامور عادي هي هاد المؤسسات. كنظن بانه الوزاره في اطار الشراكات مع المؤسسات وهذا خصها تمشي في اتجاه خدمه النساء ورجال التعليم في اطار نوادي اجتماعيه وكذا. كل شيء يجمع على انه الحل هو خص بعدا فعلا خص الامكانيات الماديه، ولكن خص مقاربه بيداغوجيه وخص مقاربه وقائيه.
نعجبني بزاف يمكن هذاك المقترح اللي تكلمتوا عليه ديال لاسيستون سوسيال ديال المرشد الاجتماعي والى اخره، يمكن شي حاجه اللي نقدروا نعيدوا لها الاعتبار ولا تكون مطلب جديد، لانه هذوك التلاميذ كيبقاو مساكن يعني حتى هما ما عندهمش مقابل شي شخص اللي اولا شي سلطه داخل يعني، وبالضروره ما خصش تكون عند هذيك يعني الصوره ديال السلطه، يعني شي طرف اللي يقدروا يتحاوروا معاه يكون عندهم مشاكل ما كاينش دابا. اكيد هاد الابناء هادو راهما منتوج ديال هاد وديال هاد العطاب ديال المنظومه وديال السياسات الشعبيه اللي خفرزت لنا هاد الاطفال هادو، وهي مسببات متعدده، كاينه مسببات مجتمعيه نظرا للتهميش والفقر وكذا، ومسببات عائليه لانه بعد ما الطفل كتلقى عنده والديه مطلقين، واحد الحاجيه قليله، العيش الكريم ما كاينش، المستوى الثقافي ديال 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 الاباء ديالو، التربيه ديالو كلها بالعصا، واحد المجموعه ديال، وبالتالي لابد من المواكبه النفسيه والسيكولوجيه اللي خصها دار في المؤسسه. اذا ضروره انه يكون هذا المساعد الاجتماعي، ومن هذا الباب انا كنادي الوزاره باش تفتح الباب لهذا. طيب سي سعد الدين العثماني رئيس الحكومه البارح في التصريح ديالو امام مجلس النواب قال بان معضله التعليم عالميه وتعاني منها جميع الدول بما فيها الدول المتقدمه. يعني نقدروا نعتبروا حتى حنايا عندنا نفس المشكل كالدول المتقدمه. انا ما متفقش على هذا الشيء، وهذه القضيه هذه خطيره، هذا الكلام اللي هو يعني ما متفقينش معاه. حنا كنزوره وعندنا علاقات دوليه وكنعرفوا شنو واقع. مثلا حنا والسكندناف، مثلا حنا والدنمارك عندنا نفس المشاكل. واش عرفتي التعليم؟ واش عرفتي في اليابان وفي السكندناف شحال كيشدوا؟ ما عندهمش الترمين وما عندهمش المستوى والانضباط الثقافي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، ماشي هو هذا، ما يمكنش المقارنه مع حنا واحد المجتمع اللي على كل حال طريق النمو، خصنا نفعلوا ونعتبروا التعليم انه رافعه ديال التنميه ورافعه ديال انه لا بغينا نصلحوا مجتمعنا. يعني نخصوا في جوج جمان ثلاثه باش ندوزوا لحاجه اخرى، شنو هما الحلول ديالك من اجل تاهيل المنظومه التعليميه من جاي وتخليقها وارساء يعني من الجوده فيها وما يسمح للاستفاده للجميع ويكونوا اطر او لا تلاميذ؟ انا قلت قبيله بانه هذاك الرؤيه الاستراتيجيه اللي غادي ينزلها ولا قاعده هما النساء ورجال التعليم. خاصنا نفتحوا حوار عاود حوار جديد. لا خاص هذه المطالب تحل، خاص النظام الاساسي والاحتقان ما يبقاش باش ندوزوا للتقييم. ولكن الا حلينا لهم المشكل غادي نعاود مره اخرى، غادي يجيو لك عاود التلاميذ محياء شعبيه من واحد التربيه من واحد المستويات مختلفه، عاود المشكل غادي يبقى. لا حنا غادي نمشيو كنصلحوا في تعليمنا وفي المقاربات البيداغوجيه وداك الشيء وكنفعلوه، ويكون الاشراك ديال الناس ديال التعليم. لا ما يمكنش. طيب. وهذا الشيء ديال المساعدين التقنيين المساعدين الاجتماعيين ويكون واحد نفس جديد وكل شيء منخرط وتكون الشراكات داخل بين المؤسسه التعليميه وخلق واحد الديناميكيه جديده. يمكن هذه الانديه اللي تكلمنا عليهم اللي ما كايناش يمكن تفعل وصعود الامكانيات الى المدير عطينا طاقم اداري من معيدين ومن حراس عامين وفتحنا له الافق وحلينا له المشاكل ديالو وحفزناه حتى هو راه غادي يفتح هذه الانديه ويجي يخدم السبت ويخدم الاحد من اجل الوطن. طيب شكرا. غادي نديروا شويه السياسه دابا. انا شفت المسيره ديال الغضب اللي دعيتوا لها درتوها مع جوج ديال النقابات اخرين، الجامعه الوطنيه لموظفي التعليم اللي تابعه البي جي دي محسوبه على البي جي دي على حزب العداله والتنميه، والجامعه الحره للتعليم اللي محسوبه على الجي تي ام اتحاد العام الشغالين بالمغرب المحسوبه على حزب الاستقلال. وانتم شي حاجه جديده السي معصيد، انتم كانت التنسيق ديالكم دائما مع سي دي تي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، والان كاين واحد التغيير انكم واللي اكثر انكم مع النقابه ديال البي سي دي اللي هي كتسير الحكومه. يعني وكتفاجئ ملي كتشوف يعني في المطالب ديالكم من اجل هذه المسيره ديال الغضب انكم كتطالبوا كتندوا انتم كنقابات بصمت ومحدوديه تدخل الحكومه المغربيه والوزاره الوصيه اللي فيها الحزب ديال النقابه اللي معكم ديال البي سي دي. وشنو كيفاش هذا تغيير التوجه النضالي ديالكم ولا التنسيقي من السي دي تي كونفدراليه ديمقراطيه الشغل الى البي جي دي وحزب الاستقلال اللي تقريبا ما كان التنسيق منعدم من قبل؟ هو الخصوصيه ديال القطاع دائما كنا كنشتغلوا بهذا المنطق ديال التنسيق النقابي الخماسي. هو دابا ثلاثه النقابات اكيد انه اخواننا ولا في السي دي تي ولا الاف دي تي غادي يلتحقوا، وبالضروره طبيعه القطاع لانه بغيتنا وراك هنا كانت الحركه النقابيه الوحيده هي الاتحاد المغربي للشغل،
واليوم التفرقة داخل القطاع هو شيء مقصود. لأن اليوم إحنا في البعدنا الوحدوي كان وانت ما وحدوا إلى إحنا خدامي كان وحدوا خاصة الكونفدرالية هي أكثر تمثيلية في القطاع. إحنا كان أنا كان وحدوا وفاتحين قنوات ديال الحوار مع إخواننا من أجل لم الشمل باش يكون قوة اقتراحية مع الوزراء ومع الحكومة. طب إذا كانت نسيق من الاتحاد العام الشغالين ديال الاستقلال مع الجامعة الوطنية موظفي التعليم ديال البي جي دي يمكن هذا مقصود كيهيئوا لشي حاجة الله أعلم، ولكن انتما كيو ام تي يعني انا تفاجئت. كاين اللي كيقول بان ما عندكم مشكل مع السي دي تي مع الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، شنو واقع؟ حنا خاصه تقول لي ما كاينش، انا نقول لك راه داعياكم امام منظمه العمل الدولي مقدمه ضد الاتحاد المغربي للشغل دعوه، وشنو واقع بين النقابات؟ انا كنهضر لان تكلموا الوحده النقابيه مزيان، ولكن ملي يكونوا النقابات متفرقين اكيد ظهر لي ان هادشي عنده علاقه بالتمثيليه النقابيه، وخصنا نعرفوا هادشي غنفتخروا به. الاتحاد المغربي للشغل تبوء المكانه الاولى في الانتخابات ديال المناديب وديال اللجان الثنائيه، لا في القطاع العام ولا في الجامعات المحليه ولا في القطاع، وهذا فخر ديال. وبالتالي التمثيليه كانت ولا زالت وستبقى للاتحاد المغربي. شوف المحافل يعني الدوليه على التمثيليه في المحافل الدوليه الا من قبل كان يمكن كان تناوب. ما عمره كان تناوب. والاتحاد المغربي للشغل هو الممثل الحقيقي الان ديال الطبقه العامله وديال عموم المؤجورين، هو التبوء الاداء. وكاين الان يعني واحد المجموعه ديال التحاقات ديال الشباب وديال القطاعات الاستراتيجيه، وهذا الشيء على كل حال كيحرك شويه ديال غير زعما ما كتشوفهاش باش نحلوا المشاكل ديالنا بيناتنا، كنمشيو نديروا نقدموا دعوات في المحافل الدوليه. حنا ما قدمنا دعوه، حنا وحداويين ودينا مدوده حتى الاتحاد العام الشغالي قدم شكوى، ولكن ماشي دعوه، فرق. هذا الشيء ما كيهمناش اسيدي، حنايا دابا شرف لينا كما قال الامين عام ورايا هو كيتدخل كاع. طيب شرف لينا انه يدعونا، لانه عبر التاريخ ديال الحركه. وكان عنده تاثير كما كنتو كتنسقوا مع السي دي تي دابا انقسمتوا، او لا عنده يمكن خلفيه اكثر من التمثيليه، حيث انتم مثلا في التصويت على قوانين التقاعد من المستشارين السابق انتم مثلا صوتوا ضد اصلاح ما يسمى باصلاح قوانين التقاعد، والسي دي تي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل فضلوا الانسحاب وما صوتوش ضد. يعني يمكن لا ارجوكم ارجو يعني ما التصفيق هذا يعني بانني يعني معايا ولا ضدي، هادو يعني ديفي كنسردهم. نتوما صوتوا ضد والسي دي تي فضلوا ينسحبوا، يعني كانت بيناتكم حزازات، واش هذا الشيء جاي من عطينا يعني شنو واقع بين السي دي تي واليو ام تي؟ باغي نفهموا ونديروا شويه السياسه باش نسي. هذا فرق بيننا وبينهم على اعتبار انه كانت قناعه القياده للاتحاد المغربي للشغل في البعد الاستراتيجي الوحدوي انه التجميع ديال الحركه النقابيه، وهذا كان حلم اللي كنا نشتغلوا على التنزيل ديالو. فعلا كانت واحد المسيره ديال التنسيق اللي فعلا كما قلتي وشنو وقع باش بلاتي احنا في التصويت فعلا انا قلتها قبيله في التصويت هذا هو تما كان المشكل. وبعلو التصويت حنا غاديين كنا كندافعوا على قضايا ديال الموظفين، وخاصه هذه القضيه ديال التقاعد اللي لولا كنت صوتوا معنا لا سي دي تي وكذا كان غادي يطيح هذاك التقاعد، وغادي تكون ضربه للحكومه. وبالتالي اش من التنسيق هذا اللي غادي نجيو حتى لواحد المشروع اللي هو مس الجيوب ديال الموظفين وتم التراجع عليه بهذا الشكل هذا الغير مفهوم. وبالتالي كنظن بانه المسار ديال الاتحاد المغربي للشغل واضح وعنده تجذور وعند في بين الجماهير وكذا، وخطه واضح ومعمرو خان، وغادي يبقى دائما في الصفوف الاماميه. والان ماشي مشكل انكم يعني تنسخوا مع النقابه ديال البي جي دي اللي كتسير الحكومه، يمكن في الاخير كتنتظروا منهم انهم يتدخلوا مع الحكومه. بس انا كنقول بانه القطاع عنده خصوصيته، دائما كنا كنصفوا طيب بين النقابات الخمسه ولا دائما نذكر. ولا اربعه ولا هذا انا نذكر السي قبلونا الوزاره كتستقبلنا دائما بخمسه دائما. غادي يبقى لنا شويه غادي نتكلموا على الحوار الاجتماعي فين وصل. ميلود مع الصيد انا تكلمنا، انتم ككاتب عام وطني للجامعه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الاتحاد اللي كنتكلموا عليه المغربي للشغل، ثم ايضا رئيس التعاضديه العامه للتربيه الوطنيه المعروفه اختصارا بالفرنسيه ام جي او ان. نعم يمكن تذكير بالادوار ديالها التعاضديه باش، وايضا رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروفه بلاكنوبس بعجاله باش نتكلموا شويه على التربيه الوطنيه. التعاضديه التربيه الوطنيه كتقدم خدمات المنخيطات والمنخيطين عبر ربوع الوطن، خاصه المتعلقه بالميل في المرض، بالشكايات، بالانخراطات، بتقديم بعض العلاجات خاصة في الأسنان ولا في اللابوراتوار علاجات طبية.
وعندنا علاقه متميزه مع الاشقاء التعاضديات اليوم، وهذه كتتم كافه يعني كافه نساء ورجال التعليم اليوم بمختلف الانتماءات ديالهم النقابيه او لا غير ديال التحدي، حنا كنعرفوا منخرطين، كتعرفوا منخرطين، حنا كنتكلموا على التعاضد، التعاضد في بعده الاجتماعي، وهذا كنخدموا الناس كلهم ما فيش ما كاينش تمييز بين هذا نشيط وهذا متقاعد. وتا انا كيتم الانتخاب ديال الرئيس. اي بيان سير غنجي لك هذا الشيء، كل شيء بشفافيه. ثانيا انه اليوم من 2013 درنا واحد المقاربه ديال تقريب الخدمات للمنخرطات عبر ربوع الوطن، وصلنا للداخله، وصلنا للازيلال، وصلنا للتنغير، وصلنا للحسيمه، واحد المجموعه ديال المناطق في المغرب العميق اللي ما كانتش كتستافد من هذه الخدمات وصلنا لهم. ايضا عملنا في اطار استراتيجي في المجلس الاداري ديال تجويد الخدمات وديال فتح اوراش اصلاحيه منها في قسم الانتخاب ديالكم في جوان 2013. ولكن قبل كان عنده واحد السمعه شويه، ولا كان واحد الحديث عن التعاضديه؟ التعاضد بشكل عام، التعاضد بشكل عام، لا التعاضديه، التعاضد بشكل عام كان اليوم في اطار مجموعه ديال المبادرات، وفي اطار هذا الجيل الجديد ديال التسيير والتقاسم ديال المعطيات مع الوصايه، لانه اليوم انا كنبغي نحيي بحراره الوصايه وخاصه لاكابس اللي هي الهيئه المراقبه ديال التامين الاجتماعي، الاحتياط الاجتماعي والتامينات، اللي كتواكب معنا اي مشروع وكدير معنا المواكبه. كنتم كتعتبروا هذه مرحله جديده، مرحله جديده ديال التدبير وديال الحكامه وديال الاشراك وديال الانفتاح على جميع الحساسيات. يمكن غير انا كنهيئ الحلقه، كتعرف الناس كيتصلوا بيا بعض الاسئله ويمكن انتقادات، انا نخليك فرصه انك تجاوب عليها. مثلا اتصلوا بيا شي منتمين شي مناديب ديال التعاضديه ديال سلا، قال لك حنا يعني خص يعني سلا وكبيره وبغينا مقر ودرنا الاجراءات، ولكن شفنا بان ما كتساعدهمش بزاف، واش لانهم مناديب من تم انتخابهم نقابه منافسه؟ حنايا في هذه المقاربه ديال 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 المقرات ديال الاتصال، كاين واحد الاتفاقيه بيننا وبين الوزاره اللي كتقدم لنا بعض المكاتب، حنا كنديروا مراسله باش يعطينا فضاء اللي غنستغلوه باش نقربوا الخدمات ومن بعد كتمشي للاداره باش تشوف هذاك الفضاء من اجل تجهيزه وطرحه على المجلس الاداري. هاد السله وهاد القلعه واحد المجموعه ديال المناطق اللي طالبه منا غادي ندوزو في المجلس الاداري المقبل، وقول لاخوانك في السله راه غادي يجيهم المقر. طيب كاين قال لك بعض الاسئله، مثلا توظيفات تخضع لمنطق من انت، يعني الانتماء النقابي ديالك صحيح؟ هذه القضيه ما كايناش في التعاضد ديال التعليم، جميع ابناء الشعب المغربي كنديروا مباراه وكيجيو وكيدوزوا بشفافيه، وطور اللي يدخلوا ما كنعرفوهمش. والان كاين مباراه غدار في تيزنيت وفي زاكوره، في تيزنيت وفي تارودانت، ومن هنا كننادي الشباب باش يشاركوا في هذه المباراه هذه. قال لك الفضاء المخصص، الفضاء ديال التخييم المخصص للايتام بإموزار يعني غير مؤهل، درنا له تاهيل، وطلبت منا لجنه المراقبه هذا في الجمع العام ديال 2015 باش يتم التاهيل ديالو، ورحنا عندنا لقاء مع لاكابس باش نخرجوا واحد المبلغ مالي اللي غادي نعرضوه على الجمع العام لاجل التاهيل ديالو. الوضعيه ديال عيادات الاسنان ديالكم؟ عيادات الاسنان اليوم درنا مارشي ديال الكراسي الجديده، باقي ما خرجش، كاين الادويه الجديده، كاين على كل حال كنحاولوا ناهلوا هذوك العيادات بالصباغه وبتقديم الخدمات والتكوين ديال لي دونتيست ديالنا. كنتسناو الكراسي يخرجوا جداد، لان الكراسي اللي كاينين فعلا كاين بعض الكراسي اللي شويه قديمه. طيب شحال واحد كيستافد من الخدمات ديال التعاضد ديال شحال منخرطين عندكم؟ عندنا 350 ومع 350,000 مع داوي الحقوق ديالهم راه كيوصلوا للمليون المنخرط. وهذا اللي دخلوا التعاقد هذا عندهم غيكون عندهم نفس الامتيازات؟ وي هادو ملي مشيت للداخله مشيت على قبلهم ودرت اتفاقيه سنيته مع المديره ديال الاكاديميه باش يكون عندهم الخيرات جماعي، وغنسلم لهم في الايام المقبله الخيرات ديالهم. غير عطفا على هذا غيكون عندهم نفس الحقوق مع نفس الحقوق؟ لا ماشي في التعاضد، مثلا في الانتقال بحالهم بحال الزملاء ديالهم ام لا؟ كيفاش الانتقال مثلا هذو اللي يدخلوا يتوظفوا بالعقده حتى هما يقدروا يطالبوا الانتقال لا توظف في الاكاديميه ديالو غيبقى في الاكاديميه ديالو هذاك ياك، ما عندوش الحق انه يستافد بنفس الامتيازات ديال الحركيه ديال الحركيه الاخرين؟ لا اللي يدخل يبقى تما غيدخل في الاكاديميه ديالو. حنا هادشي غادي نناضلوا عليه باش يترسم وباش كذا، هادي موضوع اخر. دابا نقصتي من الحكومه الا كيسمعوك دابا كيقول لك دابا حنا مقبلين على المشاكل، انتظروا ينتظروا الاحتجاجات باش ترسم. نقصتيني من التعاضد للتعاقد؟ لا 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 لان عندها نفس انا كنت في التعاضد سمعت نبقاو في التعاضد. مثلا كاين الان واحد المدونه ديال التعاضد اللي راها كتناقش في البرلمان، راه في مجلس المستشارين يمكن؟ نعم. تكلمنا عليها، وانتم معها ضد، شنو هما يعني الايجابيات السلبيات؟ هو حنا اولا درنا
الكيانات التنسيقيه باش ندافعوا على التعاضد بشكل عام في اطار القيم ديالو الكونيه اللي هي الديمقراطيه والتضامن وعدم الربحيه او بيت نو ليكراتيف. فعلا هذه المدونه جات بهذا الشكل سريع جدا وما كانش التشاور مع الـ مع الـ مع, الـ مع الرؤساء ديال التعاضد ومع المكونات ديال التعاضد، وكنعتبروا انها فيها مشات بعيد هذه المدونه، خصوصا حنا متفقين. عطينا شي امثله هكا. لا انا نعطيك، حنا الى الدوله ولا الحكومه بغات تنظم القطاع اهلا وسهلا. حنا مع تقعيد المبادئ ديال الدستور في الحكمه والمحاسبه وكل ما يمكن ان نكونوا مع هذا الشيء. ولكن كان بالضروره انه يكون واحد الاستشاره معنا كرؤساء ديال التعاضد. ثانيا مشاو لنا المنشات الاجتماعيه اللي هي خلقت من اموال المنخيطات والمنخيطين، هي الكلينيك وعيادات الاسنان، وبغى يحيدوهم كاع بالمره. وهذوك بغى يحيدوهم وبغى يمنعونا مستقبلا باش ننشئوا هذه المنشات الاجتماعيه. كنقولوا بان هذا عار، اولا الى وقفتوا هذا الشيء راه كاين واحد 1500 ديال الاسر اللي غادي تمشي. ثانيا هذه العيادات اللي كاينه في الاماكن اللي بعيده وفي العمق ديال المغرب، كاين عياده الاسنان في الصحراء وكاينين في الرشيديه وكنا، الى حيدناهم راه تما ما كاينش عيادات ديال الاسنان ديال القطاع الخاص. القطاع الخاص كله مركز في لو سونتر، يعني في الرباط ومراكش وكذا. كنقولوا بانه هاد المنشات هادو كيقدموا خدمات جليله لذوي الدخل المحدود. كان بيودينا انه الحكومه تعاوننا على انه يتاطروا ويتفعلوا كما يجري في دول متعدده، وهادشي ملي كنزوروا دول عندنا الدول كيدعموا التعاضد خاصه في افريقيا. لا كيدعموا التعاضد، ولكن هنا الاصل في المغرب ما كانش عندكم الحق اصلا انكم تنشئوا هذه المجتمعات. المنشات كان لا كاين بظاهر هادشي، وكنقول بانه التعاضد قدم خدمات كبيره للبلاد ديالنا. كان اصلا خصكم توقفوا هادشي في 2012، لان كان هذا النقاش، كان مجلس المستشارين مع مجلس النواب اتفقوا انه يعطيكم حتى ال 31 دجنبر 2012 باش توقفوا يعني الانشطه ديالكم، واستمريتوا فيها. انا بغيت نقول يعني الاصل انه المنع، يعني ما يمكنش تجمعوا بين التامين وبين الخدمات الصحيه. لا داروا تخلقوا دي ميتويال ديال المنشاه الاجتماعيه. لا هادشي انا كنقول بانه التعاضد قدم خدمات كبيره، هو رافد من الروافد ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ما كينافسش القطاع الخاص، وكيقدم خدمات للمنخيطات ذوي الدخل المحدود. وكاين هنايا الاختيار، ان المنخيط اللي ما بغاش يجي عندنا من حقه يمشي للقطاع الخاص. هذا الان اييه انا ما بغيتش نمشي للقطاع الكابيني ديالي، نمشي للكابيني ونخلص وعندي لو تيرب ونتخلص. بمعنى احنا ما كننافسو حد، ما كننافسو لا اطباء الاسنان ولا القطاع الخاص، لان هذا هو التخوف ديال بعض الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص، كيقول لك هادو منافسين، يعني غير منافسه غير شريفه. انتم كتستافدوا بامتيازات ديال الدوله، كتقدموا خدمات تقريبا مجانيه، شكون هذا اللي غادي يجي يدير عندنا مثلا؟ ولكن الرقم راه كبير، الرقم راه 4.5 مليون ديال المنخيطات والمنخيطين. هذا هو هذا البعد فيه كاين، انه الناس كينظروا لهذا الرقم، وهذا الرقم هذا راه كيستافد وعنده القطاع التكميلي وعنده كذا، يعني ما كاينش اشكال. اليوم كاين اتفاقيات جماعيه بين لاكنوبس وبين الكلينيك، بمعنى كاين التغطيه الصحيه للمنخيطات ديالنا والمنخيطين. الى غدا مثلا منعوكم انكم غادي نمنعونا صافي الى المشرع، شكون اللي غادي يستافد مثلا؟ واش غادي يستافد المنخرط ام لا؟ او لا شي انا غنجاوبك. انا حنا كتعاضديات في اطار التنسيقيه، ملي سمعنا هذا الامر هذا فتحنا نقاش وافاق ديال الحوار مع مجموعه ديال الاحزاب السياسيه ومع الفرق البرلمانيه. اكثر من ذلك حضرنا اليوم دراسي اللي كان فيه نوعا ما هجوم علينا كاع. شكون انتم يعني التعاضد؟ رؤساء شكون هجم عليكم؟ ايوا على كل حال كان هجوم من طرف مسؤولين في الحكومه اللي كاين اليوم التعاضد راه على كل حال. وفي الشرح حنا الراي ديالنا، ولكن تم التصويت بالاجماع في البرلمان على هذيك المدونه، دابا هي في الغرفه الثانيه. حنا كنقولوا بانه حنا الا ما صالحينش كاع كرؤساء نمشي، ولكن خص التعاضد يبقى في بلادنا خدمه للمنخرط. الا ما بقاش التعاضد بهذا الشكل هذا، شكون غادي واش المنخرط يستافد؟ مناش غيستافد المنخرط، غادي يمشي يخلص، غادي يمشي للقطاع الخاص يخلص. وكما قلت قبيله عنده الحريه الاختيار، يخلص لو تي ار بي ويمشي الا كانت الخدمات فيها جوده. على ملي غادي يمشي للسنان غادي يخلص ولا ما يخلصش؟ حنا في السنان كنحيدوا له الدرسه فابور، نعمروها له فابور، غدا ملي غيمشي على البريفي دو بي خصو يخلص. وهذا هو التنافس، هذا خصنا نوجدوا. يمكن هذا هو ما كاينش تنافس. الفكر ديال المشرع انه يوجد واحد التوافق بين الامتيازات اللي كتعطيوها للمنخرطين وبين القطاع الخاص اللي خصو حتى هو يشتغل وينتعش. القطاع الخاص ملي كنمشيو له في العيادات ديالو دائما عامر، خصك تمشي برونديفو.
الكلينيك كله معمرين في العياده ديالنا اللي كتمشي كتلقى 4-5 الناس ديال المنخدم. ما عندناش ما كننافسوش، كيجيو عندنا الناس اللي ما عندهمش مؤهلات ماليه باش يمشيو للبريفي. سؤال، كاين اللي كيقول لك كاين بعض المؤسسات التامين اللي غادي يكون عندها الحق حتى هي مثلا تخلق مساحات خاصه، صحيح لا فهاد المدونه؟ اكيد عندها، غادي يكون عندها حق، وغادي يكون عندنا يعني هاد المؤسسه التامين غادي تكون او شركه التامين تكون حكم وطرف نفس الوقت. وهذا شيء يسائل الحكومه ماشي سائلنا احنا. انتم كيفاش كتشوفوا؟ حنا كنقولوا بانه غتوليو بحال الولايات المتحده الامريكيه يمكن شويه، ما عرفتش النموذج الامريكي، ولكن كنقول بانه التعاضد اليوم خصو يبقى كمكون اللي غادي يخدم ويقدم مجموعه ديال الخدمات البسيطه للمنخرطات والمنخرطين، خصو يبقى. هادشي غادي ندخلوا يمكن في العلاقه ديالكم الحكومه. كان الحوار الاجتماعي في العهد ديال الحكومه ديال السي عبد الاله بن كيران مجمد يعني بشهاده الجميع، جميع النقابات. الان مع السي سعد الدين العثماني شفنا بان مع بدايه يعني الحكم ديالو عقد مجموعه ديال اللقاءات مع بعض الزعماء ديالنا، جميع الزعماء ديال النقابات ما فيهم يعني المركزيات او القطاعات. كتشوف هذا الشيء ايجابي؟ الامور غاديه بخير وعلى خير. ايوا الحكومه السابقه راه تكلمنا عليها كيفاش ما كانش حوار وما كانش اشتراك وكاع السياق النضالي درناها. اليوم مع مجيء السي سعد الدين العثماني رئيس الحكومه دعا للحوار ومشى وفد ديال الاتحاد المغربي للشغل كيتراسه الاخ الامين العام، كله اراده وصدق باش ننجحوا هاد الملتقى وهاد الحوار باليات وبادبياتنا وبمطالبنا اللي هي مشروعه. وتم اللقاء وكان حاضر له وزير الماليه وزير الداخليه واظن وزير الوظيفه العموميه وزير التعليم. وتم الاتفاق بعد ما طرح القيادة الاتحاد المغربي للشغل المطالب ديالها اللي خصها تزاد في القانون الماليه، منها الزياده في الاجور لعموم الموظفات والموظفين، كذلك التخفيض الضريبي، لانه الموظفين اليوم قطاعات الضريبيه ديالهم من المنبع وهي يعني في واحد المستوى عالي بارابور ما يجري حولنا. وكاين واحد القضيه ديال هذا الشيء اللي وصلنا له ديال التعليم الخصوصي، انه تقطع هاد لي فري دو سكولاريزاسيون يتقطعوا من الوعاء الضريبي. ثلاثه ديال الاجراءات مستعجله وانيه تم اتفاق مع رئيس الحكومه انه قال لنا غادي نخليو هذا الاجتماع مفتوح وغادي نعيط لكم من هنا اسبوع وبليطار واحد 10 ايام. هذا الاسبوع راه طوال، لازلنا ننتظر. وبالتالي كنعتبروا في القياده ديال الاتحاد المغربي للشغل انه كان على مكان، وكنظنوا بان هذه الحكومه الجديده القديمه لا تؤمن هي بالحوار، وبالتالي بدينا كنيأسوا من حكومه اللي غادي تفتح معنا حوار اللي يفضي للتعاقدات اللي نقطعوها اللي غادي تزيل الانتظارات ديال الموظفين وديال العمال وديال هادشي. جرنا مثلا القانون الماليه ديال 2018 واش كتشوفوا فيه بان ما كاينش شي اجراءات صالح الطبقه الشغيله وتصاب الفئات الاجتماعيه الهشه؟ فينا هي الاجراءات وفينا هي اللمسه الاجتماعيه وفينا هي الافاق ديال التشغيل؟ كاين الهشاشه، راه كاين التشغيله ديال العقده، ما كاينش شي لمسه اجتماعيه، وبالدليل انه ما كاينش الحوار ديالنا ما فضاش لشي حاجه. وبالتالي وداروا فيه معزلي عن الحركه النقابيه بدون استشاره الاتحاد المغربي للشغل. لو استشاروا معنا غادي تكون اللمسه الاجتماعيه وغادي نمشيو كنا معانقين لهذا المشروع ديال الميزانيه ديال القانون الماليه اللي تكون فيه اللمسه الاجتماعيه ونصفقوا له جميعا. يعني ما كاينش اللمسه الاجتماعيه؟ ما كاينش اللمسه الاجتماعيه. كاين داخل هذه الحكومه، الحكومه السابقه كان بعض الاحزاب اللي قراب شويه الاتحاد المغربي للشغل، واش كتشوفوا بان ما كيقوموا بالعمل تقريب الرؤى او لا؟ اكيد عندنا مجموعه الاحزاب اللي كتعطف على الطبقه العامله وكتربطنا بها علاقات متميزه، راهم كيشتغلوا كننتظروا منهم نشوفوا. هذا طال يمكن الانتظار. وعلى كل حال لازلنا ننتظر. لازلتم تنتظروا. القانون تاع الاضراب تكلمنا قبيله على المدونه ديال التعاضد، القانون ديال الاضراب حتى هو مازال ما خرجش ولا فين راه وصل؟ وقانون الاضراب هو اللي مهم يعني في تدبير العلاقات الاجتماعيه. هو قانون الاضراب لم نستشار، حتى هو لم تستشار، ما عصيفطوا لنا ولا وثيقه ولا المشروع ولا هذا. الاخ الامين العام هو هنايا، ما جانا لا فاكس لا مكالمه لا مراسله لا والو، لم نستشار في هذا الامر هذا. وهذا شيء خطير جدا، لانه الاضراب كيهم الحركه النقابيه، هو السلاح ديال الطبقه العامله. ولو كان شي نقاش في هذا الموضوع هذا غتكون. واش ما كتشوفوش مثلا بانما التمثيليه النقابيه داخل الغرفه الثانيه ديال البرلمان ديال مجلس المستشارين
هي يمكن العائق خلق الديناميكي ديال مؤسسة الحوار الاجتماعي، لأنه ولو أن مؤسسة الحوار شبكة مستخصة تكون جات الملك ركز عليها وطالب الحكومة باش يعني يفعلوا الحوار الاجتماعي، ولكن بعض المرات كتسمع الحكومة كيقول لك وادو تتفاصلوا راه النقابات عندهم ممثلين في مجلس المستشارين، غادي يمشي القانون مجلس المستشارين ويعطوا فيها سي الآراء اللي بغاو ياك من لازرب على الصلاح. الحوار الاجتماعي كمؤسسة هو واحد الفضاء للتداول على القضايا ديال الطبقة العاملة والمطالب وكذا. في مجلس المستشارين إخواننا البرلمانيين المحترمين كاين تمام لأجل تجويد المشاريع ويعطوها اللمسة الاجتماعية، ماجيش باش يدافع على الطبقة العاملة. المشاريع كدوز قدامهم كيكونوا دائما متواجدين في اللجان بالليل وبالنهار باش يجودوها يخلقوا فيها ديك اللمسة الاجتماعية ويدخلوا فيها أدبيات الاتحاد المغربي للشغل. أما الحوار الاجتماعي كمؤسسة فهو لقاء اللي خصها تأمن به الحكومة، يكون الحوار والإشراك في القضايا اللي كتهم الطبقة العاملة وعموم المؤجرين. كاين دونك قانون الإضراب لحد الآن مازال مجمد داخل البرلمان وكاين مجمد ما مستشرش حنا فيه نهائيا بتا. طيب القانون المنظم للنقابات، يعني بزاف ديال القوانين اللي مازال ما خرجت، القانون المنظم للنقابات هذا القانون مازال ما تطرحش اصلا باش يتناقش في البرلمان، هو دي اكثر من 8 سنين مع هاد حكومه عباس الفاسي وهو هكا كيتكلموا عليه بان ما غادي يخرج شي نهار للوجود، مازال ما فعلتش الحكومه، مازال ما كاينش في البرلمان. شنو المشكل بسببكم؟ وثانيا واش خصكم انتم قانون كما كاين قانون ديال الاحزاب خص قانون النقابات؟ حنا هذا المشروع هذا كمشاريع اخرى الى جابوها لينا غادي نناقشوها لما توصل بهذا المشروع. كيقول بما انتم السبب التجميد ديالو، حنا ما سبب حتى شي حاجه، الحاجه اللي ماشي هذه كيسبوها فينا حنايا. المشكل كيقول لك مثلا هذاك القانون في النقاش ديالو الاولي في الحكومه ديال عباس الفاسي كيقول لك انهم بغى يطالب النقابات باش تسير من الناس اللي خدامين ماشي الناس المتقاعدين، والحال انه بعض المتقاعدين كيسيروا النقابات وهذا كيخلق مشكل. يجيبوا لنا مشروع ديال الاضراب نذكروا عليه، يجيبوا لنا المدونه نذكروا عليها، اي حاجه نذكروا عليها. يعني ما كانش طابوهات، ما عندناش طابوهات. كيفاش كتشوف العمل النقابي انت من في ظل هذه الظروف فمستقبلا في المغرب؟ فضل كما انتم اللي قلتم عدم تجاوب الحكومه، عدم تجاوب. انا كنتكلم على الاتحاد المغربي للشغل. اش من فائده في العمل النقابي؟ وبلاتي انا كنتكلم على الاتحاد كتراث، كمنظمه وطنيه، كمؤسسه اللي كتاثر الجماهير، كتاثر العمال، كتاثر الشباب، كتاثر المراه، وكنفتخر بالانتماء ديالها. حنا مؤسسه قائمه بالذات، حنا الناس ديال الحوار، حنا قوه اقتراحيه خصها اللي تصنت لنا، خصنا حكومه اللي تتفاعل معنا. حنا مؤسسه اللي عندنا تاريخنا وعندنا امتداداتنا وعندنا علاقاتنا وعندنا امتداد ديالنا مع الجماهير وعندنا كذا، خص الحكومات تعتبر بان الاتحاد المغربي للشغل هو المعبر الحقيقي الذي كان ولا زال وسيبقى المعبر الحقيقي عن هموم ديال الطبقه العامله. ما كاينش شي حاجه اخرى. كما شويه بصفه عامه، كيفاش يمكن يعني انتم يمكن تخاطبوا المنخرطين، الناس اللي ما منخرطينش في العمل النقابي، الناس اللي ما انتم بديتوا كشاب يعني في جمعيه شبابيه تبع الاتحاد المغربي للشغل، واش الان الشباب ديالنا باقي يعني عنده هذه الرغبه انه يلتحق بالعمل السياسي وبالعمل النقابي؟ وكيفاش كتشوفوا انتم يمكن انكم تشجعوه او لا تطالبوه باش تحفزوه انه يلتحق ويشتغل؟ المناضل هو اللي خصو يمشي عند المناضلين، هو اللي خصو يمشي عند الشباب. انا ما كاينش مجموعه ديال القيادات هنا السبت والحد ما كندوزوش كاع في الديور ديالنا، دائما في لقاءات مع المناضلين والمناضلات في الاتحادات المحليه والجهويه ومع جميع القطاعات، وكاين فعلا شباب اللي خصنا نتصنتوا له وعنده اكراهات، وفعلا الاتحاد المغربي للشغل عنده واحد المنظمه رفيعة هي الشبيبة العاملة اللي فيها مجموعة ديال الشباب والشابات اللي كيقوموا بعمل ديال الاستقطاب وديال التفاعل الإيجابي لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. كيفاش الوضع السياسي اللي نطلب لك مجموعة ديال الارتسامات ما سمي بالزلزال السياسي والإعفاءات ديال بعض الوزراء، كيفاش كتقيموا انتم؟ وعلى كل حال هاد يمكن تكون عندها شي حاجة إيجابية. نتمنى انه هذا الدرس يكون مفيد للوزراء والحكومه، اعتبر انه اليوم خص تفعيل المحاسبه فعلا واجراءات القرارات اللي هي كتكون تخذ لا من طرف صاحب الجلاله ولا من الحكومه، وتكون المتابعه والمحاسبه ماشي ما يمكن ان انسان يكون معاه. وكنعتبر انه المسؤول اليوم، المسؤول اللي غادي يبقى في المكتب ماشي مسؤول، المسؤول اليوم خصو يكون يمشي عند المواطنين وخصو يسمع للمواطنين وخصو يتفاعل مع جميع الانتظارات ديال المواطنين والمواطنات. اللي بغى يخدم المواطن ويخدم هذه البلاد خصو يحفظ الصباط ديالو. انتم اللي كنقابي يعني في المركزيه النقابيه، التشغيل فرص التشغيل الان شكون اللي كيخلقها بكثره الان في المغرب؟ واش القطاع الخاص
او للقطاع العام ولا فين غادي خلق الثروه وخلق التنميه وفتح الافاق والمناخ الاقتصادي خص يكون تشجيعات بطبيعه الحال للمقاولات الصغرى والاحترام المدونه ديال الشغل كل هذه الاجواء وهذا المناخ الاجتماعي والاقتصادي ما يمكن الا يفرز فرص ديال والقطاع الخاص ديالنا الان مؤهل في ظل هذه الظروف انه ولا حتى هو كيعرف ازمه كيعرف ازمه ولكن في اطار هذه المقاربه اللي قلت ديال التشجيع وتشجيع المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفتح افاق ديال الحوار مع الممثلين النقابيين في المؤسسات الاجتماعيه وخلق هذا الجو هذا غادي يعطي فرص ديال الشغل. يمكن نقول لك شي حاجه يمكن ما تعجبكش، كنت انت كنقابي كنسمعوا توصل بشهادات من بعض سولتك على بعض اصحاب المقاولات في الشركه كيقول لك حنا عندنا بعض المرات ممثلين ديال النقابات المناديب اللي حتى هما يعني هادو ماشي ديالنا هادو ماشي ديالنا ماشي ديالكم فهمتني علاش بغيت نهضر. الحمد لله فهمتني قبل ما نقولها. اذا كاينين ما عرفت انا ماهمش ديالنا انا ناس مربيين مؤدبين منضبطين المناضلين ديالنا كيخضعوا للتكوينات والمواكبه. ما كاينش مكتب نقابي منتخب في اي جهه وفي اي مؤسسه اجتماعيه ولا هذا ما كيخضعش ما كيجيش عند الامين العام وكتكون المواكبه ديالو وكيكون واحد كيت شارج اللي كيفيه احترام المقاربه التشاركيه واحترام المؤسسه واحترام الادبيات ديالنا. ولكن كيكون منظمه اجتماعيه راه كيكون فيها الصالح والطالح ولو اقليه يمكن غير قول لي يمكن اقليه لا ما عندناش ستنا لا ما عندناش ما يمكنش كناكد لك انا صح. واخا مثلا التعاضديه اللي كتسيرها ما كاين كلشي الناس مثلا اللي خدام يعني الامور غاديه بنزاهه تامه. لا انا لا كاين قضيه ديال الفروض كاين الفروض ديال لا بلا تيتكلم الفروض او تزوير الملفات هذا كاينه ظاهره اللي هي كاينه شاف في المغرب كاينه في اوروبا ولا ضبطها راه كناخذ الاجراءات القانونيه كاين هذا الشيء ضبط وراه الناس في القضاء كاينين حنا جايين كنديروا لاسينيسمون بيان سور كاينين لقينا موظفين كيزوروا ملفات المرض وهذا الشيء كيمس بالماليه وبالتوازن المالي ديال المنخيطات اللي انا مؤتمن عليه هادو فلوس الناس. طيب غادي نساليو هذه الحلقه يمكن نقدنا واحد جوج ديال الاسئله. كلمه في حق سي محجوب بن الصديق وزعيم تاريخي الله يرحمه. طف ايوا زعيم تاريخي الله يرحمه مؤسس ديال الاتحاد المغربي للشغل الله يرحمه ميلودي مخارق. ايوا هذا انا بغيت ندوي ما غاديش نسالي غادي تزيد نجيني ساعه اخرى. مناضل واستاذ ورجل وطني عطى اضافه نوعيه للمنظمه ديالنا ورجل يعني ما يمكنش ما نلقاش الكلمات باش نوصف هذا المناضل الفد الوطني اللي عطى مجهودات كبيره على حساب صحته وعلى حساب ابنائه لمنظمته اللي كتعرف دابا واحد النفزه واحد القفزه نوعيه تنظيميه واشاعيه. سي محمد يتيم وزير التشغيل الله يعاونو. صافي الله يعاونو المهمه ديالو. طيب يمكن كانت هذه الكلمه الاخيره ديال السي الميلود معصيد الكاتب الوطني للجامعه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. كنشكرك سي معصيد على المشاركه ديالك. كنشكركم اخواني المشاهدين والمشاهدات والحضور الكريم. الثلاثاء المقبل عندكم موعد مع السي عبد الرحمن العدوي في البرنامج قضايا واراء وانا من بعد ان شاء الله الى ذلك الحين اقول لكم الى اللقاء.